هيا ركزي. أوه، هل تواجهين مشكلة؟ لا، لدي هذا الشيء. أو هكذا. أوه، إلى أين ذهب؟ مهلاً، كم هذا رائع. واو، هذا موديل، انظري. أوه، على عيناي، هذا مدهش. ماذا؟ يمكنني صنع شيء أفضل. أنا فقط بحاجة إلى خطة صغيرة. كل ما أحتاجه هو قطرات موضوعة بشكل مثالي وشيء مدبب. واو، انظروا إلى هذا. هذا أفضل شيء على الإطلاق. انظري. ها؟ واو، انظري. أوه يا إلهي، أنتما موهوبتان. أجل، لقد نجحنا. انقر أعجاب واشترك لمزيد من الفيديوهات الرائعة. ماذا؟ هل ترين هذا؟ أحب البطيخ الشهي. ها؟ أوه، هذه لكما. ماذا؟ لرسمها. أو ليست هذا، بل هذا. أتريان؟ ستكون مصدر إلهام لكما. أو شريحة بطيخ؟ سأتولى الأمر. مثلث مثالي مع بعض التفاصيل الإضافية طبعاً. ها هي شريحة بطيخ. مندهشة؟ لست متأكدة من ذلك. يمكنني صنع شيء أكثر إثارة. أو ربما لا. هي، هل يمكنني استعارة هذا؟ هي، استخدمي خاصتك. حسناً؟ حسناً، ولكن ماذا؟ فوق وجدتها. إنها ليست مسطرة، لكنها ستفي بالغرض. سأضيف الطلاء فحسب، لكن أحتاج أولاً إلى شكل مناسب. مثلث مثالي، رائع للغاية، أليس كذلك؟ سنمنحه الآن لوناً زاهياً، أحمر كالبطيخ. إنه جميل، لكن قبل أن يجف لنقم بختم هذا المثلث. رائع، لكن لن يكون بطيخاً بدون قشرته الخضراء وبذوره السوداء الكبيرة. هترين، الكثير من البطيخ. ماذا؟ كيف فعلت ذلك كله؟ ما رأيك؟ لذيذ جداً. هو أحسنت يا ماغان. أجل، لقد فزت. آسف على التأخير، ماذا فاتني؟ وجدتها، اليوم كله عن قوس قزح. قوس قزح؟ هي، انظري إلى هذه الأقلام. مرحى، أهلاً بقوس قزح، إنه جاهز. وأنا أيضاً لدي لوازم مدرسية. أو ربما الكثير منها. مهلاً، فلفل وخيوط. كيف وصلت هذه إلى هنا؟ أتذكر أنني كنت في عجلة من أمري. لا، لقد أخذت الحقيبة الخطأ. سيكون يوماً مذهلاً. هل سأذهب إلى المدرسة؟ هل يمكنني استعارة هذا؟ مستحيل، إنها لي. أنت لئيمة. ماذا تفعل المعلمة؟ مهلاً، ها هو. لحظة واحدة، عيدان تنظيف الأذن لدى أمي الكثير منها. إذا لم أستطع استعارة أقلامها. ها؟ سأسرقها فقط. حسناً، ركزي. تشبه هذه الفرشة الصغيرة أو فرشاة كبيرة، والحبر هو الطلاء. والآن نحتاج إلى القليل من الرطوبة. مرحباً أيها الماء، أو مرحباً بقوس قزح. واو، لكن لماذا نتوقف هنا إن كان بالإمكان القيام بكل هذا؟ ماذا؟ مستحيل. كيف فعلت كل ذلك؟ يا إلهي، هذا مقزز. حسناً، هل هذا قوس قزح؟ أو لونا، إنه رائع. أحسنتي. هل سمعتي ذلك؟ هذا غريب. معلمتي، هذا الآن. أوه، حسناً، حان وقت الاستيقاظ. أوه، أنا آسفة، أنا مستيقظة. هل أنتما مستعدتان للتحدي القادم؟ ابدأ العمل. حسناً. حسناً، أعتقد. لا أشعر بالتوتر، أنا متوترة. لا أستطيع الرسم بحرية هكذا. ليس بهذا السوء، أليس كذلك؟ هي، انتهيت، أليس هذا رائعاً؟ أعتقد ذلك. أوه، كم هذا محرج. أنا أحب أن أكون موهوبة،
لكنني الآن أشعر بالملل. ما رأيك في معركة صغيرة؟ ها! تلك السيوف؟ مستحيل، كان لي! إنها تفقد عقلها. برام! انظروا إلى ذلك الهواء! غريب جداً. هي، يمكنني استخدام هذا؟ لم تستأذن حتى. على أي حال، لنجرب هذا. مستعدون؟ لقد أضفت جزءاً جديداً. سأطلق عليه اسم القيادة والرسم. هاو! انظروا إلى السيارة! سألونه الآن. انتظروا حتى تروا النتيجة. الفن التجريدي في أبهى صوره. ستندهش المعلمة. حسناً، هل أعجبك؟ هاو، هذا ممتع. أحسنتي. هاو، رسمتي جيدة؟ محاولة رائعة، لكن ميغان أفضل بكثير. نعم صحيح، يلا الروعة. هذه لي ميغان. انقر اعجاب واشترك لمزيد من الفيديوهات الرائعة. أتساءل ما هو التحدي؟ أنا متحمسة للغاية. الأمر مخيب للأمل حتى الآن. أجل، أليس كذلك؟ ما هذا الصوت؟ مفاجأة؟ لا شيء بعد. مرحبا، نحن ننتظر. كان هذا رائعا. عجبا، هل نفتحها؟ حسنا، إنها ملكي. هيا أعطيني إياها، كانت فكرتي. لا تلمسيني. أنت شرير جدا يا كريس. بقاعات. لا أهتم، ولكنها جميلة فعلا. هل يمكنني تجربتها؟ كلا. أرجوك، إنها ممتعة جدا. انظروا إلى هذا، خطرت لي فكرة. سيكون هذا جيدا. نبدأ بلوحة رسم، ثم نستخدم فرشاة دوارة لوضع الطلاء. تأكدوا من تغطية اللوحة بأكملها. الآن خذوا كوب قهوة وضعوه في طلاء أبيض، ثم اضغطوه على اللوحة. كونوا مبدعين قدر استطاعتكم، ثم انتقلوا للتلوين داخل الدوائر. جربوا إضافة ألوان مختلفة للحصول على تأثير أكثر واقعية. فنحن نحاول أن نوضح الضوء في الفقاعات. يبدو هذا جيداً. والآن نضع بعض التفاصيل الدقيقة. يبدو هذا رائعاً، فنياً بحق. لدي بعض الفقاعات الخاصة بي يا كريس. ماذا؟ هل تغار؟ هل يمكنني الحصول عليها؟ لنتبادل. أعطني إياها. أين الفقاعات؟ إنها فارغة، هذا ليس عدلاً. هل نسيت أن أخبرك بأني استخدمت كل الفقاعات؟ هذا ليس مضحكاً. حسناً، حان وقت التحدي التالي. يا إلهي، إنه يونيكورن، أنا سعيد جداً. اهدأ قليلاً، يجب أن أرافق أصحاباً جدد. ماذا تفعل يا كريس؟ أنا الأميرة اللامعة، حاكمة مملكة قوس قزح. بالطبع، هذا مظهر جديد لك. توقفي، أنت تفسدين هذا. لنذر العجلة. هذا رائع. بلا يدين ليست مشكلة، ها نحن ذا. سأضع يدي خلف ظهري. هذه فكرة جيدة. ظننت الأمر سيكون أصعب قليلا. ليس سيئا. انتهيت، ما رأيك؟ ليس سيئا، هذا يبدو لطيفا. ماذا تعرفين عن الفن؟ سأريك كيف ترسم اليونيكورن، دعني فقط أتفقد المقياس. أجل، أتفقد المقياس دوما، إنه يونيكورن بالتأكيد. ماذا يفعل الآن؟ أظن أن لدي خطة. ينبغي أن يسهل هذا الأمر. أبدأ بورقة مربعات ثم أرسم اليونيكورن. قد يبدو مضحكاً في هذه المرحلة، ولكن ثقوا بي، صار يبدو جيداً. حين ينتهي الجزء الخارجي، أبدأ بملء المنتصف. تبدو طريقة جيدة فعلاً لرسم شيء كثير التفاصيل. استخدام الورق مربعات يسمح لك بوضع قياس للرسومات، يساعد على جعل الرسم أسهل كثيراً. حان وقت إضافة الألوان. ليت الرسم كان بتلك السهولة. لنضيف ألواناً أكثر إلى القرن. أخبرتك أننا نعرف ما نفعل. ها هو اليونيكورن الذي رسمته. انظر إلى هذا، إنه جيد، أليس كذلك؟ كيف فعلت هذا؟ أعني يونيكورني بشعر ملون. على الأقل حاولت. أعرف.
لدي شعور جيد بخصوص هذا. قلب حب، إنه لطيف جداً. من سيدير العجلة؟ أنا رائع في حرب الإبهام. هجل، لقد فزت. كنت قريباً من الفوز. أرجوك لا تكن خياراً صعباً. بلا ورق، ولكن كيف أرسم؟ أظن أن عليك اكتشاف ذلك. انظر إلى هذا. سأبدأ برسم خط في المنتصف، ثم خط آخر، ثم بعض الخطوط في الأعلى والأسفل، والآن على جانب القلب. القلم الرصاصي رائع لرسم الخطوط التوضيحية قبل أن نستخدم الحبر. حين تنتهي من الشكل الأساسي، استخدم لمحة لإزالة الخطوط التوجيهية حول الحواف، ثم أمسك قلم الحبر واتبع الخطوط. يصنع هذا تأثيراً ثلاثي الأبعاد. والآن سنضيف الألوان. تذكروا أن تلونوا داخل الخطوط. حين تنتهوا، أضيفوا الظلال حول باطن الأطراف. القلم الرصاصي العادي مناسب لذلك. أضيفوا الظلال إلى أي مكان قد يقع فيه الظل أو حيث تظن أن الضوء سيكون مختلفاً. إنها طريقة مختلفة لرسم قلب الحب، ولكنها تبدو مثيرة للإعجاب. لقد انتهيت. ما رأيك؟ واو، أعني لا بأس. ماذا يمكنني أن أستخدم؟ أعلم، يداي. الأمر بسيط للغاية. لابد من وجود شيء يمكنني فعله. لدي فكرة، قلب صغير. ما رأيك في هذا؟ إنه قلب. كلا، ليس كذلك. آسف. حسناً، وما رأيك الآن؟ استسلم فحسب. أعلم أن بإمكاني فعلها. هيا أيتها الأصابع، لا تخذليني. أظنني اكتشفت حلاً. أحتاج إلى قلم حبر أحمر. سأضع إصبعاً فوق الآخر، ثم أرسم قلب حب، ثم استخدم قلم حبر أحمر لملئه ببساطة. أعجبني. أم هل أقول إنني أحببته؟ ولكني لم أنتهي بعد. سأضيف وجهاً مبتسماً، وستحتاج إلى آخر للحصول على حب حقيقي. يا للرومانسية، انظري. حقاً، إنه لطيف فعلاً. انتظر، خطرت لي فكرة. لا تفسدي الرسمة، ستكون رائعة. ها هي ذا، إنهما يتعانقان. أظنني سأبكي. إنها رسمة لطيفة للغاية. أي قلم رصاص أستخدم؟ الأزرق أم الأخضر؟ انظروا إليها، أحبك. سأراك لاحقاً في أحلامي. عجباً. حلزون؟ رائع. من سيدير العجلة؟ لقد فزت. كنت متأكدة من أنني سأفوز. هيا. بلا يدين مجدداً. حسناً، يمكنني فعلها. ها أنا ذا. ربما يمكنني المساعدة. ها نحن ذا. أنت مخطئة. لكن كيف ذلك؟ حسناً، سأجرب. أغلقي عينيك. لماذا تتصرف بغرابة؟ حسناً، لحسن الحظ أحمل عصابة للعين. كيف أبدو؟ رائعة. هذا أصعب مما يبدو. أنت رائعة، أعني إنك ترسمين بروعة. علي تقبيلها. انتظروا، لا يمكنني أن أنسى هذا. أتمازحونني؟ لقد أنفقت 20 دولاراً لشرائها. غبية. حسناً، علي التصرف سريعاً. سألقيها خارجاً. من يحتاج إلى زهور ثمينة وفي يده قلم حبر؟ أرسم زهرتك الخاصة. إنها رومانسية أكثر بهذه الطريقة. تبقى الجذع وستنتهي. آمل أن تعجبها. لا فكرة لدي عما رسمته. إنها جيدة جداً، أعني إنه حلزون. لقد رسمت شيئاً. لأجلي؟ أنت أجمل من أي وردة. أخجلتني، ولكن هذا رومانسي للغاية. لن يصدق أصدقائي هذا. انظر، إنه التحدي الأول. لنبدأ، لدي شعور جيد حيال هذا. واو، توجد ألوان كثيرة. هذا هو أفضل يوم على الإطلاق.
أجل، أليس كذلك؟ ها؟ ما هذا؟ كيف وصل إلى هنا؟ أعتقد أن علي ارتداءه. أوه، هذا هو الغرض منه. لا أستطيع رؤية شيء. باربي، أمل أن هذه أنت. أوه، هذا هو الغرض منه. سأساعدك. يا لك من رجل نبيل. من قال ذلك؟ أوه، لقد وجدت الأقلام. لا فكرة لدي عن الألوان التي أختارها. هذا ما يجعل الأمر ممتعاً. ينبغي أن يكون هذا كافياً. هل يمكننا إزالة أغطية العين الآن؟ أوه، أنا سعيدة باختياري. على ماذا حصلت؟ لنكتشف ذلك. أوه، كان يمكنني أن أختار ألوان أفضل. هل ترين هذا؟ لست من يضع القواعد. حسناً، لننهي هذا الأمر. هل أنت مستعد؟ انطلق. سأبدأ بالشعر. سأستخدم القلم الأصفر لهذا. سيكون رسمي لامرأة صفراء. لا أريد أن أرتكب أي أخطاء. الأمور تسير على ما يرام. أنا أستمتع بهذا. إنه مريح للغاية. يجب أن نفعل هذا أكثر. تقصدين بصفتنا حبيب وحبيبة. آه، لقد تسرعت يا رفيقي. ما زلنا نتعرف على أحدنا الآخر. سيبدو هذا الرجل وكأنه كائن فضائي. أنا سعيدة جداً لحصولي على ألوان جديدة. يمكنني تلوين الوجه الآن. أعتقد أنني انتهيت. وأنا كذلك. الرسمتان جميلتان. أنت تمزح، أليس كذلك؟ هذا عمل فني. آه، لا يهم. ما الذي يحدث؟ أنا لا أعرف. هذا غريب. مهلاً، تبدين رائعة. حقاً؟ أوه، هذا لطيف جداً. تبدو وكأنك ستتقيأ. أوه، مهلاً، ماذا قلتي؟ أوه، أنا أخضر. أنا أحب فستانك. انظروا إليها. يا ميكي، علينا أن نجرب حذاء آخر. هذا المشروب لذيذ جداً. أجل، اللون الأزرق يكمن مظهر ذلك الزي. مهلاً، تحد آخر. قد يكون هذا صعباً. سأحتاج إلى التفكير في هذا. أوه، تواصل شفاطة التحرك. هذا أفضل. التفكير يشعر المرأة بالعطش. مهلاً، يمكنني استخدام هذا. أولاً، سأحتاج إلى رسم قلب. سأجعله متعدد الألوان. هذا هو الجزء الأخير. الآن أحتاج إلى شفاطتي. سأنفخ بها بلطف. سوف ينتشر الطلاء على الورقة. سأفعل هذا من جميع الجهات. ثم سأضيف بعض التفاصيل داخل القلب. سأرسم عينين وابتسامة سعيدة. لنعطيه وزنتين وريتين. لقد انتهيت من عملي هنا يا باربي. يلا من حذاء جميل. ما الأمر؟ ما رأيك؟ لقد رسمت قلب حب. أو إنه مثلي. إنه جميل. لقد رسمته لك. أوبس، هذا محرج. ليس لدي شيء لجاستن. ماذا سأفعل؟ مهلاً، لدي فكرة. حذاء دميتي سينقذ الموقف. سأحتاج إلى لوحة صغيرة. سأرسم قلب حب عليها. ثم سأضع الأحذية عليها. سأصف الأحذية. أريد أن أغطي قلب الحب. وسأستخدم أحذية ملونة مختلفة. هذا هو الحذاء الأخير. إنها زاهية جداً. ألقي نظرة يا جاستن. هل يعجبك هذا؟ وعدت نفسي أنني لن أبكي، لكنني لا أستطيع التماسك. هذا لطيف جداً. سأحتفظ بهذا مدى الحياة. إنها أفضل هدية على الإطلاق. آه، يا للطفك. لا، ليس لدي أقدام مسطحة. أوه، أصوات عالية. كنت أحظى بنوم هانئ. باربي لا تزال نائمة. يا باربي، استيقظي. باربي، مرحباً. أوه، هذا لا ينجح. حسناً، ما الذي يمكنني فعله؟ إنها تنام مثل الرضع. لدي فكرة. سأفاجئها. لطالما أردت السفر. باريس جميلة جداً. سأخذ هذا. مهلاً، سارق كرواسون. هذا لا يصدق. سوف تحب باربي هذا. كرواسون طازج مع قهوة. الرائحة جيدة. سأضعها تحت أنفها. ما هذا؟ أستطيع أن أشم رائحة القهوة. واو، شكراً. لا تنسي هذا. يستمر هذا في التحسن. لذيذ. ويوجد واحد لي. سأستمتع بهذا. هذا يسيل. منعش. وهذا الكرواسون؟ إنه هش جداً. ماذا يفترض أن نفعل بهذا؟ علامة استفهام. أعتقد أن هذا لغز. حسناً، دعنا نبدأ. أنا في انتظار الإلهام. لازلت أنتظر. وها هو. سأخذ تلك الفرشاة. جاستن، توخى الحذر. أوبس، آسف. لقد سكبت قهوتي. لقد انسكبت في الصحن. لقد حالفني الحظ. أعتقد أنني كنت مخطئة. لقد كان حادثاً يا باربي. ماذا يفترض بي أن أفعل؟ لا أستطيع استخدام تلك الورقة.
أو ربما أستطيع. لدي فكرة رائعة، سأحتاج إلى قلم، سأرسم حول بقعة القهوة. ها أنا ذي، لقد فعلتها. جاستن، ألقي نظرة. هل قلت شيئاً؟ أنهيت رسمتي، إنه منطاد. أوه، أنت موهوبة بالفطرة يا باربي، برافو. هذه ليست شفاطتي، هذا هو الحل. لدي فكرة، سأستخدم مشروبي كطلاء. سيبدو هذا رائعاً، سأرسم من أول الورقة حتى آخرها. أنا أحب هذا اللون، أتمنى أن يبدو جيداً. أريد أن أفي الرسمة حقها، سأضيف قليلاً من اللون هنا، ثم سأرسم بعض الأشكال البيضاوية. أجل، هذا يبدو جيداً، تسير الأمور كما خططت لها. أريد إضافة بعض البتلات حول الصفحة، سأنتقل إلى الجزء التالي الآن. سأرسم حول الأطراف بالقلم، سيبرز هذا الرسمة وسيضيف بعض التفاصيل. بدأت النتيجة تظهر، ستكون هذه بتلاتي. أنا سعيد تماماً بهذا، هذا رائع يا باربي، إنها جميلة جداً. أجل، ألقي نظرة على هذا، لقد خطرت لي. هو إنها رائعة، لقد أحسننا عملاً. بالتأكيد، أشعر بملل شديد، لابد من وجود شيء لفعله. ما هذا؟ ماذا؟ لا شيء. أريني هذا. هو انظر إلى الآلة، زهور. حسناً، أو لدي فكرة، سأحتاج إلى إحضار شيء ما. تدا، لقد كانت بحالة أفضل، لن يفي هذا بالغرض. انظروا إلى حالتها، أو لدي فكرة، سأضع الأزهار على الورقة، سأنثرها هكذا. أريد أن أصنع دائرة، سأضع بعناية طبقة من البلاستيك الرفيع عليها، وبعد ذلك سأطرقها. نالي هذا أيتها الزهور الصغيرة، لا بأس، أنا أعرف ما أفعله، يمكنني إزالة البلاستيك، هذا أفضل مما تخيلت. يا باربي، ستودين رؤية هذا، إنها جميلة، أليس كذلك؟ واو، لقد أحببتها. هذه ليست زهرة، أمهلني لحظة. حسناً، لا داعي للتعجل، علي ضغط هذا الصلصال. حسناً، ها أنا ذا، سأضغطه على قطعة من الكرتون. سأضيف ألواناً مختلفة من الصلصال وسأضعها في شكل طبقات. كل شيء جيد حتى الآن، علي إضافة المزيد من التفاصيل الآن. لقد لففت صلصال أبيض في شكل كرات صغيرة، سأضيفها إلى العمل الفني. سأضعها في شكل خط، لقد انتهيت تماماً. إنه صبار، هل تحب ذلك؟ هو إنها رائعة، يسعدني أنها نالت إعجابك. على كل حال، إليكم التحدي الأول. يا له من أرنب لطيف. حصلنا على مستلزمات الرسم، لنبدأ العمل. لدي فكرة رائعة، أحتاج لاكتشاف طريقة استخدام هذا القلم فحسب. يا له من قلم صعب الاستخدام. ملل، هذه هي الطريقة المناسبة. بعدها سأحتاج إلى كوب من المشروبات، سأرسم عليه وجهاً وسأبدأ بالعينين. أتمنى لو كان شكل رموشي جميلاً بهذا القدر. والآن سأرسم الأنف، يبدو لطيفا. بعدها سأمنح الوجه ابتسامة سعيدة، لقد حان وقت إضافة الخدود الحمراء، يبدو هذا جيدا، لكنني لم أنتهي بعد. سيحتاج هذا الأرنب الصغير إلى شعيرات الشارب، ما يزال هناك شيء ناقص. يحتاج كل أرنب إلى أذنين، سأحتاج إلى مقص الآن. سأصنع فتحتين في جانبي الكوب، ثم أضويهما للأعلى، وسأضع الغراء على حافة غطاء زجاج مشروبات غازية، ثم ألصق غطاء آخر به. يمكنني الآن لف رباط وسطي حولهما، وسأستخدم قطعة شريط لاصق لتثبيته في مكانه. هذا ما كنت أريده بالضبط. سأثبت رباط المطاطية داخل الفتحتين المطويتين ليصبح الغطاءان أسفل الكوب، ولم يتبقى الآن سوى لف الرباط المطاطي. وبمجرد أن أفلت، سيبدأ الأرنب في القفز. شاهدوا مدى انطلاقه. كيف سأتفوق على ذلك؟ خطرت لي فكرة، يجب أن أتصل بأبي. مرحبا بابا، أحتاج لمساعدتك، لقد صادفت شرطيا وأرنبا. أنا متوترة جدا يا بابا، افعل شيئا على الفور. حسنا، شكرا يا بابا، إلى اللقاء. يا للروعة، كان هذا سريعا، كم هذا حماسي. ماذا يوجد في داخل يا ترى؟ هناك طريقة واحدة لمعرفة الإجابة. يا للروعة، إنه روبوت، كم هذا عصري. كنت واثقة أن أبي لن يخذلني، أتحرق شوقا لتجربته. تأمله جيدا يا هيزل، سيجعل حياتي أسهل بكثير. حسنا أيها الروبوت، ابدأ العمل. أحسنت، تمارين تمددي مهمة. أريدك أن ترسم أرنبا. يا للروعة، إنه يرسم بالفعل، هذا أروع اختراع. أستطيع أن أجلس مسترخية وأظهر بصورة جيدة. سيتكافل الروبوت بكل شيء. مهلا، ليس هذا صحيحا، هذا حلزون. يا لك من روبوت غبي، أريد أرنبا. هل تفهم؟ هل تسمعني؟ أريد أرنبا.
بربك. لهذا أطلب من الخدم فعل كل شيء. حسناً، إذا رسمت أرنباً سأعطيك حلوى. يبدو هذا عادلاً، أليس كذلك؟ ابدأ العمل، ستكون الحلوى من نصيبك. أرسم الأرنب فقط. كنت واثقة أنك موليهم بالحلوى. ربما تطلب الأمر بعض الإقناع فحسب. كنت أعلم أننا سنتفق في النهاية. هل انتهيت بهذه السرعة؟ أتمزح؟ ما هذا؟ لقد بدأت أشعر بالانزعاج. ما الخطأ الذي أرتكبه؟ يمكنك رسم الأرنب بنفسك. انتهى الوقت، والفائزة هي ديزل. لقد كان القرار سهلاً. رائع، كنت واثقة في ذلك. هذه غلطة الروبوت. مهلاً، انظرا، إنه يرسم شيئاً ما. يا حضرة الشرطي، إليك أرنبي، ألا يبدو لطيفاً؟ لا، لقد انتهت الجولة وقد فزت بالفعل. ماذا تريدين مني أن أفعل؟ لقد تأخرت كثيراً. رائع. أنا أعظم فنانة. سأخبر بابا. تفضلي، لكنني سأضمن الفائزة. ما الذي سنرسمه هذه المرة؟ معذرتان، يتطلب هذا الشارب الكثير من العمل. إليكم التحدي التالي. أستطيع رسم ذلك. ماذا؟ ما هذا؟ أين الأقلام؟ أعتقد أننا سنستخدم الأزرار والخيوط هذه المرة. قد تكون هذه الجولة صعبة. أنا لا أمارس العمل اليدوي. لن يحدث ذلك. يا كبير الخدم، تعال. هل صرخت سيدتي؟ لدي الحقيبة اللازمة. شاهدي، كرة البوكيمون المنتقاة حديثا. يا للروعة، الذي كرة ذهبية؟ لقد تفوقت على نفسك. أريد إلقاء نظرة أقرب. يا للروعة، إنها جميلة. يمكنك الذهاب الآن لنرى ما في داخل الكرة. ماذا؟ أهذا كل شيء؟ إنه صغير جدا. كنت أتوقع أكثر من ذلك. كم هذا مخيب للأمال. ما بيدي حيلة الآن. كنت أتوقع شيئا أكثر بذخا. يا كبير الخدم، ما هذا؟ يا كبير الخدم، تعال إلى هنا فورا. هل صرخت سيدتي؟ انظر إلى هذا الشيء. لقد فهمت المشكلة. لحظة واحدة سيدتي، كم هذا محرج. آمل أن يكون هذا مناسبا أكثر. وماذا يفترض أن أفعل بهذا الحجم؟ أعتقد أن الإجابة المناسبة هي أن تستغلي. لا، يجب أن يكون أكبر. سأعود على الفور. من الصعب العثور على الموظف المناسب هذه الأيام. أعيش هذه المعاناة. تدا، بيكاتشو. ما رأيك في هذه الحركة؟ لقد أحببتها. أعدها مرة أخرى. كانت حركة جيدة للغاية. أنا في غاية السعادة. يليق بك هذا اللون. أشكرك سيدتي. لا يهم، أستطيع التغلب على ذلك. مهلا. أعتقد أنني أعرف ما يجب فعله. لا أحتاج لهذه، فلدي جوربي. أرتدي جوربا احتياطيا دائما، ولونه مثالي. لنفعلها. سأبدأ بإضافة بعض التعديلات، وسأقص الجورب إلى نصفين من المنتصف تماما، وسأقص أحد النصفين إلى قطع صغيرة بهذا الشكل. سأبدأ بترتيب القطع ليصبح شكل مشابه لبيكاتشو. ليس سيئاً. والآن سأخلط القطع معاً. سأحرص على شد الخيط جيداً وبإحكام، وسأثبت الذراعين والقدمين. بدأت الملامح النهائية في الظهور، لكن يجب علي أن أحشو. هذا ما كنت أعنيه. ما يزال بحاجة لبعض العمل. سأستخدم اللباد الأسود لتجسيد العينين. لقد قصصت قطعتين دائرتين للتو. سأثبتهما في مكانهما، وبعدها سأضيف إليهما زرين باللون الأبيض. ويتميز بيكاتشو بخدوده الحمراء. لهذا سأضيف إلى وجهه زرين باللون الأحمر. أحتاج الآن إلى قلم تحديد. لا تتحرك. أريد أن أرسم أنفاً وفماً بالطبع. وأستطيع استخدام القلم لتغطية الأذنين أيضاً. سألون الجزء العلوي فحسب. أعتقد أنه أصبح جاهزاً. صارت لدي نسختي الخاصة من بيكاتشو المحبوب. يبدو رائعاً. كم هو ناعم. ما رأيك؟ لن تتوقعي أنه كان مجرد جورب. أهذا هو سر الرائحة الكريهة؟ مستحيل. نعم، الرائحة كريهة للغاية. ماذا؟ لقد غسلته الأسبوع الماضي. هذه رائحة خاصة والفريدة. تشبه رائحة الجبن. ما زلت أشم الرائحة. شاهدي ما تسببت في حدوثه. ويحي، آسفة. الرائحة تحرق فتحتي أنفي. أيمكننا معرفة الحكم الآن؟ مهلا، ما هذه الرائحة؟ إنها رائحة لذيذة. إنها رائحة الجبن، ومن النوع الذي أفضله. لقد أحببتها. صادفت شخصا يتمتع بذوق جيد أخيرا. ستفوز غيزة ثانية. أحسن صنعا. لقد فزنا يا بيكاتشو. لا أفهم هذا التحدي. حظا سعيدا للمرة المقبلة. لن أتخلص من هذه الرائحة أبدا.
يمكننا أن نسرع قليلاً، لدي موعد للعناية بالأطفال. الفن جميل لكن بشع أحياناً أو محير، أليس هذا صحيحاً؟ ما هذا؟ انظري إلي أقلد وجه اللوحة. إنها سخيفة. انظرا إلى نفسيكما، هل تظنان أنكما رائعتان؟ لقد دبت الحياة في الرسمة. سألقنكما درساً على سخرية من الفن. أوه، ماذا؟ كيف انتهى بنا المطاف هنا؟ إنها مفعمتان بالألوان. من كان يعلم أن شخصيات اللوحات قادرة على فعل ذلك؟ أتعلمين؟ لقد أعجبني، أبدو مذهلة. واو، وأنا أيضاً، هذا رهيب. أنتما أعيران انتباهكما رجاءً. أهلا بكما في عالم الفن، حان وقت تحديكما. أولا تحدي الرسم. أوه، يبدو مشوقا، لنقبل التحدي. حان وقت أول تحدي للرسم، الحرف بي. أوه أجل، يمكنني رسمه بسهولة. انتظري حتى تري ما يمكنني فعله. سيبهر هذا الحرف الجميع. ها، ما الذي تفعله ماديسون هناك؟ إنها ترسم مجموعة خطوط. لا تبدو مثل حرف بي لي. حان وقت ربح هذا التحدي. انتهيت، إنه مثالي. انظري يا ماديسون، لقد رسمت حرف بي مثالي. أجل، يبدو رائعا. أوه، الغبار يملأ هذا المكان. هاتشو، رسمتي لقد طارت بسبب العطسة. أين ذهبت؟ ولماذا لم تعد بعد؟ ها هي، يا تبدو مقززة، وفسد عملي الفني تماما. آني، أي نوع من الفن هذا؟ إنه مقرف. لنلقي نظرة على رسمة ماديسون. أوه، جيدة جدا، تستحق رسمتك امتيازا. ماديسون، هل أريتني كيف فعلت ذلك؟ طبعا، بكل سرور. ابدأي بخط كبير في اليسار، ثم ثماني خطوط أصغر كهذه. حوليها إلى مربعات، ويجب أن تكون الأخيرة مائلة. نحتاج الآن إلى ثلاثة خطوط مائلة هنا. حان وقت توصيل الخطوط بهذا الشكل، وخطوط علوية وسفلية وخطوط داخلية. وأخيرا أضيفي بعض الظل بالقلم الرصاص، سيساعد عود الأذن على دمجه. أفركيها في كل مكان ضللته بالقلم الرصاص. بدأ يظهر للرسمة ملامح. وانتهيت، أليست سهلة؟ يا ترى ما التالي؟ التحدي الثاني، رسم الحب. سيكون رائعا، أنا مستعدة. حان وقت استخدام ثلاثة أدوات رسم في آن واحد. أمسك بكل الأقلام الثلاثة بيدي وسأرسم ثلاثة خطوط في نفس الوقت. سأخذ القلم الآن وأضلل الصف العلوي. حان وقت استخدام عود الأذن للدمج. أجل، تبدو رائعة. كيف أرسم قلباً؟ أوه، وجدتها. كلا، هذا لن ينفع. ربما لو... كلا، لن ينفع ذلك أيضاً. أوه، لحظة، سأطلب المساعدة. جميل أني أحمل زر النجدة معي. سأضغطه وأنتظر المساعدة. أوه، أجل، ستؤدي الغرض. أهلاً أيتها الفنانة. أرسمي هذا التحدي لي، أرجوكِ. المطلوب منا رسم قلب في هذه الجولة. فهمت، سيكون بسيطا. القلب رمز الحب. سأكتب الكلمة على الورقة هكذا. والآن للجزء التالي، دائرة هنا ودائرة أخرى هنا. سأحولها الآن إلى تحفة فنية. سيصبح كل حرف يدا. لا تنسي إضافة الأذرع. سأرسم الآن خطوطاً مشابهة لتلك على العجلة. وبالطبع نحتاج إلى أجسام أيضاً، وشعر لجعل الرسمة أكثر تميزاً. لا يمكن أن أنسى بقية الملابس مثل التنانير والأرجل بالطبع. حان الآن وقت تزيين الملابس. وانتهيت، لدينا حب على الورقة. واو، برافو، برافو، شكراً. العفو، يجب أن أعود للعمل الآن. ماذا؟ هذا ظلم، فن آني موديل. أظن أني بحاجة لمساعدة لتحسين رسمتي. أنا متحمسة لأرى من سيساعدني. يا إلهي، لا أصدق عيني. بيلي آيليش قدمت لمساعدتي. نعم، أنا بيلي. هاي. أنا من أكبر معجبيك. طيب، هذا لطف منك، دعيني أساعدك. هل هذه بيلي آيليش؟ مستحيل، إنها هي بشحمها ولحمها. تفضلي، سأغادر.
لا أصدق أن بيلي آيليش قدمت لمساعدتنا. لا أصدق ذلك أيضا. هذا موديل. حان وقت استعراض عملي. لحظة، كل ما فعلت كان توقيع على رسمتي. هذا موديل، أفضل فن على الإطلاق. أوه، بيلي آيليش، ممتاز يا ماديسون. أوه، تعبير رائع عن الحب يا آني. برأيك ماذا سيكون موضوع التحدي التالي؟ انظرا هنا، بدأ التحدي الثالث. يبدو هذا التحدي صعباً، قد يصعب رسم نجوم. لحظة، هناك مفهوم آخر لهذا التحدي. أوه، القبعة. لحظة، ما الذي يفترض بنا فعله بهذه القبعة؟ اقلبها من فضلكما. أيدي الفن السحري، أدخل اليد في القبعة. أنت أولاً يا آني. أوه واو، أقلام خطاط ملونة، هذا رائع، لقد أعجبتني. أوه، أريد ألواناً أيضاً. هيا يا أقلام الخطاط ملونة. لحظة، هذه ليست أقلام خطاط. حصلت على نظارة غريبة، لقد حالفني الحظ. لو سمحتما، أعيد قبعتي. تفضلي روبرتا. يا ماديسون، ارتدي النظارة. أوه، لا خيار أمامي. ماذا؟ كيف يفترض بي رسم أي شيء؟ مستحيل. أوه، لا يمكنني خلعها. كلا كلا كلا، هذه نظارة جزء من التحدي. أوه طيب، أظن أني سأحاول رسم نجمة الآن. هذا صعب جدا، على الأرجح أنها سيئة. أنا سعيدة لأني لم أحصل على نظارة. أنا وقت رسم نجمة. أولا أحتاج رسم خيوط متقاطعة، ثم سأبدأ توصيلها من كل الجوانب هكذا. والآن بقية الخيوط. انتهيت، حان وقت التلوين. يمكنني أن أرى أنها رائعة. التلوين نشاط ممتع، لكن يجب أن ألون داخل الخطوط فقط. النتيجة رائعة، كدت أن أنتهي، بقي آخر جزء. انتهيت، ممتازة. أوه، انتهى الوقت. يمكنني خلع نظارتي الآن. أوه لا، انظري ماذا رسمت، فظيعة. يا للهول ماديسون، أبعديها عني. هذه أفضل نجمة رسمتها في حياتي. أحسنت يا آني، نجمة مثالية. هذا ظلم. حان وقت آخر تحدي للرسم. ها هو أرنب. هي، الأرانب ظريفة. هذا أفضل تحد، لنبدأ. أرنب أرنب أرنب، سأرسم أفضل أرنب. أحتاج دائرة هنا ورقم 2 هنا، خط في اليمين، وحان وقت رسم الأذنين. تحتاج عينه إلى مقل ورموش، أنف أرنب وفم. جميل جدا، حان وقت الجسم الآن. يجب ألا أنسى الذيل والقدمين، يحتاج الأرنب لشيء يأكله. جزرة عملاقة لك عزيزي الأرنب. تبدو الآن مثل أرنب سعيد. كيف أرسم أرنبا؟ أوه، وجدتها. ماذا؟ هذا ظلم، انكسر قلمي. من الجيد أن لدي قلم رصاص آخر. انكسر هذا القلم أيضاً، هيا. هذا مثير للغضب. عظيم، اهدأ يا آني، استخدمي القلم الرصاص الكبير. من المستحيل أن ينكسر هذا القلم، حان وقت رسم أفضل أرنب. كنت أعلم أن الحل يكمن في القلم الكبير. وانتهى الوقت، اكشف عن رسمتيكما. هذا محزن، لم تسنح لي الفرصة لإنهاء رسمتي. عظيم يا آني ويا ماديسون، ماذا رسمتما؟ ماديسون، هذا أرنب جميل. آني، ما هذا؟ إنه ليس أرنبا. آي رأسي، هذا عقابك على الضحك على أرنبي. أوه لا يهم، أرنبي سليم على الأقل. لقد تعلمتما الكثير اليوم، أحسنتما. عودا إلى عالمكما الآن. أوه، لقد عدنا. انظري، ها هي في لوحتها. شكرا روبرتا. العفو. حسناً، هل أنت مستعدة يا عاشلي؟ هل يمكنني أن أبدأ أرجوك؟ بالطبع، تفضلي. شكراً، هذا مشوق للغاية. إنه الأرنب، هل تراه؟
هل أنت جادة؟ إنها القطة. كلا مستحيل، إنه الأرنب. توقفي، أنت شرير. إنني أتبع القواعد فحسب. إن أردت اللعب بهذه الطريقة فليبدأ التحدي. لنفعل هذا. كنت أتدرب لهذا طوال حياتي. حاولي النيل مني. أوه أنفي، علي فعل شيء. طفح الكيل. أوه استسلم. أوه أعطني هذا، شاهد هذا. سأرسم عدة أحرف S على الورقة ثم أدمجها معا. سيكون هذا لطيفا جدا. لا يمكنني نسيان رسم وجهين مبتسمين، إنهما أرنب وقطة، لكنهما يحتاجان إلى بعض الألوان. يبدوان سعيدين جدا. من السهل جدا رسم هذا. كنت أنتهي. انظر إلى هذا يا جاستن، إنهما يتعانقان. أوهو إنها قطة، هذا موديل. أوه إنهما لطيفان للغاية. هل تأخذ هذا؟ مهلا، ما هذا؟ أوه يبدو رائعا للعناق. توجد زرافة صغيرة أيضا. هذه لي. أوه حسنا، أظن أن الصغيرة لي. زرافتي أكبر بكثير. حسنا لا تتحرك، علي رسمك. حتى الآن كل شيء جيد. ماذا تفعلين؟ إنني أفحص الزرافة. أوه فكرة جيدة. أتساءل كيف يجري الأمر مع جاستن. رسمة واقعية جدا، أليس كذلك؟ سأدعو جاري. سيكون هذا صعبا، إنه لا يبدو كزرافة. يتعلق الأمر بمقياس رسمي الصحيح. مهلا، لدي فكرة. سأضع يدي هكذا وأرسم من حولها. سأضيف وجها، والآن إنها زرافة. هيا نلونها. هذا البني لون مثالي، ويمكنني تلوين البقية بالأصفر. علي توخي الحذر، لا أود ارتكاب أي أخطاء الآن. والآن الرقبة، انتهيت. أنا سعيدة لأنني فكرت في هذا. أجل حسنا، هذا جيد جدا. أنا آسف يا جاري. يمكنك الحصول على هذا. شكرا لك. حسنا الجولة التالية. مهلا، غطي عينيك. أوه غامض. هيهي سأفاجئ أشلي. أوه هذا مقزز جدا، كذلك رائحتها بشعة. ما تلك الرائحة؟ آسف. مهلا جاستن، أعلم ما يمكننا فعله. تفقد هذا. سأبدأ برسم شجرة ثم بعض التفاح. لنضيف بعض أوراق الأشجار الخضراء. من الأفضل أن أبقى داخل الخطوط. تبدو جيدة. سأضيف أخضر داكن للأوراق، إنه يعطيها قواما. وبالطبع يجب أن يكون الجذع بني. استخدام ضربات قلم عمودية تجعله يبدو كالخشب. ثم سنلون التفاحة بالأحمر. تبدو غنية بالعصير. تدا، إنها شجرة تفاح. إنها جيدة، لكنه ليس تفاحا حقيقيا. جاستن انظر. أوه هذا رائع جدا. هذا لذيذ جدا، جربي واحدة. أظنني سأجرب. هل تظنين أن بإمكانك رسم بيتزا؟ واحد اثنان ثلاثة، هيا. أوه كان هذا وشيكا. سأحل هذه المعضلة بإدارة للعجلة. من كانت تلك؟ كان ذلك غريبا جدا. أوه انظري إلى العجلة. ماذا؟ واو قد يكون هذا صعبا. توقف. ماذا؟ لنجعل الأمر مشوقا. واحد اثنان ثلاثة، هيا. هذا موتر للغاية. أو كلا، قلم يا رصاص. لا بأس، معي واحد آخر. هذا لا يسير بشكل جيد. أو بحقك. ها؟ أو غير محظوظة. ليس لدي وقت لهذا، هذا يستغرق وقتا طويلا. علي الإسراع، يكاد الوقت ينفد. ارحل من هنا.
أنت أبعدي قمامتك عن فني، مع أن هذا قد يكون مفيداً. سأبدأ برسم راقصة باليه. سيبدو هذا رائعاً، تبدو رشيقة جداً. وسأستخدم بري قلم رصاص كتنورة لها، أنا سعيد بهذا حقاً. يا أشلي، ما رأيك؟ ضعت وقتاً كثيراً، لكن ما زال بإمكاني إنهاء رسمتي. أعطني لحظة. أوه، احذري. حسناً، انتهيت. ما رأيك؟ إنها جيدة، أليس كذلك؟ أحسنت عملاً، انظري إلى المؤقت. لقد نجحنا. صافحيني. أحسنت، هذا ممتع. حسناً، لنلقي النرد. أوه، لقد خسرت. أوه، إنه دوري لإدارة العجلة. أتساءل عن ما سنحصل. أوه، مفاجأة. أوه، هناك الكثير من الأشياء للاختيار من بينها. أوه، ظننتها حلوة. ما هي؟ تستخدمينها لترسمي. أوه، فهمتك، هكذا؟ هذا ممتع. ما رأيك؟ أوه، حسناً، استخدميها هكذا. سترسم دوامة، كل ما عليك فعله هو تحريك القلم. ستؤدي الدوائر باقي العمل، يمكنني فعل هذا طوال اليوم. تبدو رائعة جداً. حسناً، لنجرب لوناً مختلفاً. أترين؟ إنها تصنع أنماطاً مختلفة. لا أحتاج إلى هذا الآن، والآن تبدو جيدة. إنها منومة مغناطيسياً. أشلي، هل أنت بخير؟ فوقي. أعلم ما سأفعل، قد يكون هذا الصوت مرتفعاً. على هذا أن ينجح. حقاً، نفذت أفكاري. أوه، هذه الريشة قد تكون مفيدة. استيقظي الآن. أتشو، ماذا حدث؟ هو أجل دوائري جميلة. إنها تبدو رائعة. هل يمكنني إدارة العجلة؟ كلا، إنه دوري. هيا إذن لنسوي الأمر بحرب الإبهام. هيا بنا، قد يستغرق هذا وقتا. توقفي، لما لا نديرها نحن الاثنين؟ فكرة جيدة. هو كيف الحال؟ سيكون هذا رائعاً. مهلاً، أين نحن؟ ربما علينا الذهاب. هاو، أول وشم لي. أوه، أنت متحمسة، لنفعل هذا. هل جننتي؟ سيبدو هذا رائعاً. إنه يدغدغ. أوه، انظروا إلى هذا، هذا أحد أفضل أعمالي. هذا مختلف. لقد أحببته كثيراً. أبقي بعيداً عني، أمي أنقذيني. دورك يا رجل. مستحيل، سأستخدم هذه الرسمة المطبوعة بدلاً من الوشم. سأقطع الفراشة من الورقة، ثم سأضعها بوجهها للأسفل على معصمي. سأحتاج إلى سائل ما بعد الحلاقة لتبليل الرسمة، والآن سأضعها على بشرتي. وشم لا يسبب ألماً، إنه يليق بي. واو، أعلم ذلك، أشعر بالجمال. ما أول شيء في تحدي رسم خاص بنا؟ لنلف العجلة ونكتشف. هذا مثير جداً، يبدو أن العجلة قد اختارت موضوعنا كثيراً. واو، يا نحن نحب القطط، إنها ببساطة ألطف المخلوقات. إنه ظريف جداً وزغبي. أيتها الفتاتان، إننا نرسم، هل تذكران؟ أوه، حسناً، هل أرسم قطاً عتابياً؟ أعتقد أنني سأفعل ذلك. اجلس ثابتاً، هل اتفقنا أيها الصغير؟ هل هذا دقيق حتى؟
كلا، لا أعتقد ذلك. والآن سيكون هذا دقيقا. من الأفضل أن أتحقق من الرأس ومن الجسد كاملا. أريد أن تكون أبعادي صحيحة. ما زالت غير صحيحة. يمكن أن تفلح هذا. أحتاج إلى خصلة من الفراء فحسب. يكفي ذلك. من الجيد أنني أرتدي نظارة واقية. دعوني ألقي نظرة على حساباتي. أجل، كما اعتقدت تماما. ماذا تفعل لونا هناك؟ ها قد وصلت النتائج. هذا ما اشتبهت به طوال الوقت. حان الوقت لأصنع فنا هنا. وداعا يا معطف العلم، وهيا بنا. سأرسم أفضل قط بالتأكيد. أروني ما لديكما أيتها الفتاتان. هل انتهى الوقت بالفعل؟ هذا هو القط العتابي الذي رسمته. على الأقل رسمت شيئاً. لا تخجلي. أليس لطيفاً؟ إنه لطيف جداً يا أشلي. واو، هذا رائع حقاً. انظري. سأريك كيف ترسمين. ابدأي بكلمة قط بالإنجليزية. ثم أكملي الرسم على الحروف. دائرة هنا لتكون بمثابة الرأس، أذنين صغيرتين وشوارب بالتأكيد. ثم سنرسم ذيله وبطنه وقوائمه الصغيرة. يمكنك إضافة تفاصيل ملونة أيضاً، مثل هذا اللون البرتقالي لأذنيه وخديه. لا تنسي وجهه الصغير. بالتأكيد سأجعله قطاً رعبياً. سيكون علي تلوين جسده بالكامل حتى أصل إلى أطراف أصابع قوائمه. وستبدو بعض الخطوط رائعة أيضاً. سأستخدم درجة لون رمادي داكنة أكثر للخطوط. وأعتقد أن رسمه اكتمل. رائع، صحيح؟ إنهما يبدوان متشابهين نوعاً ما، صحيح؟ أجل، إنهما كذلك. أوه، كم هما فتاتان رائعتان. حسناً، حان الوقت للفة أخرى. على ما تعتقدان أنها ستستقر؟ القلوب هي الأشكال المفضلة لدينا، ولدينا النماذج المثالية. هل أنت مستعدة؟ 1 2 3 هيا. إنه وسيم جداً. إنه يملك قلبي بالتأكيد. هو وسيم جداً. هذا حبيبي كريس. هل تقولين حبيبك كريس؟ بل هو حبيبي أنا. كلا، إنه حبيبي أنا. هو يبدو أنهما تتشاجران. حسناً، هذا غريب. إنه حبيبي، لقد رأيته أولاً. مهلاً، لا تتشاجرا أيتها الفتاتان. ابتعدي عن حبيبي كريس. كلا، بل ابتعدي أنت. مهلاً، لم تتركا لي خياراً آخر. سيحل سحر اليونيكورن هذه المشكلة، لأن بإمكانه فعل أي شيء تقريباً. لم يعد وسيماً بعد الآن. معذرة أيتها الفتاتان. إنه حبيبي. ها؟ هل كان يبدو هكذا دائماً؟ فيما كنت أفكر؟ ها؟ تبدو ابتسامته مختلفة. أكره أن أصدر الأحكام. ما زالت لدينا عجلة لنلفها. أوه صحيح. يا لونا، هل ذلك كريس؟ أين؟ لا شيء هناك سوى الفراغ. بل ها، سأخذ عريف حسب. أنا لا أراه. أين؟ اختفت أقلام التحديد خاصتي كلها. يلا الهول. أشلي، هل أخذتها؟ كلا، ليست لدي أدنى فكرة. هل تشك بي؟ حسناً، لم يكن ذلك تصرفاً لطيفاً جداً. حان الوقت لمزيد من سحر يونيكورن. حاولي سرقة أشياء الآن. النجدة! هل تجمدت حركة أشلي؟ أوه، هذه ملكي.
شكرا جزيلا لك. حان وقت العمل، سنرسم قلوبنا، أليس كذلك؟ في رسم قلب مثالي أحيطه بمستطيل هكذا تماما، وأضيف خطوطا بمسطرها في المساحة من الأعلى للأسفل بالكامل، ثم ارسموا خطوطا منحنية داخل القلب. لا تحتاجون إلى مسطرة لتنفيذ هذا الجزء. يمكنكم استخدام ألوان مختلفة. فاملأوا هذا الخط باللون البرتقالي ثم اتبعه بالأخضر والأحمر أيضا. حددوا الشكل الخارجي للقلب واجعلوه داكنا وواضحا. تستخدم قلم رصاص فحسب، ينبغي أن يكون ذلك جيدا. الآن اجعلوا كلا الجانبين متطابقين. أضيفوا تأثير الظل، استخدموا اللون الأبيض لإضفاء تأثير اللمعان، وأضيفوا إطارا. ها هو، أعتقد أن هذا رائع. انتهيت من رسم القلب الخاص بي وهو ثلاثي الأبعاد. أوكي. حسناً، ولتتحرر من جمودها. لكنني لم أرسم شيئاً. إذن فقد تعلمت الدرس على ما أعتقد. انظري إلى رسمتي، هل تعجبك؟ إنها مدهشة بالتأكيد يا لونا. إنها رائعة جداً. أنا آسفة على السرقة. لا بأس، انسي هذا الأمر. هل هذا من أجلي؟ شكرا لك. وهذا أفضل. طالما أنني سأحظى بكراس. ما التالي؟ حسنا أيتها الفتاتان، ها نحن دا. على ما ستستقر هذه المرة؟ يدين. الآن حان دوركما. سنرسم يدين؟ ها؟ هذا مثير للاهتمام. لدي فكرة. تفقدوا ذلك. ماذا حدث؟ لونا، أين أنت؟ هل أنت بخير؟ أصابتني ساقة كهربية صغيرة فحسب. هل هذا ظل يدي؟ واتتني الآن أفضل فكرة على الإطلاق. هذا التيار الكهربائي للعمل. لقد أصبح لدينا ضوء أيتها السيدات والسادة. أعتقد أننا لم نعد نحتاج إلى هذا المصباح بعد الآن. دعوني أفعل ذلك. أولاً تتبعوا شكل أيديكم، لا ينبغي أن يكون الأمر بتلك الصعوبة. ثم حولوا يدكم إلى طائر صغير لطيف. أضيف عيناً على إبهامي ثم منقاراً، ثم سيحتاج بعد ذلك إلى جناح وقدمين. الآن سأضيف قليلاً من الألوان. أعتقد أن اللون البرتقالي رائع لتلوين منقار. لا تنسوا أمر قدميه الصغيرتين هاتين، ثم لونوا الطائرة بقلم طباشير أبيض. هذا هو أسهل جزء بالتأكيد. عليكم فقط أن تحرصوا على أن يكون ملوناً بالكامل. لا أعرف كيف أرسم هذا الشيء. ربما أرسم يدي بهذا الشكل. يبدو ذلك سخيفاً. هل من شيء؟ وماذا عن هذا؟ لا أتخيل الرسمة فحسب. هذا هو المنشود. ما هذا بحق السماء؟ شبكة عنكبوت؟ أوف، أخطأت التصويب قليلاً. أعتقد أنني أحتاج إلى شيء آخر لأجرب هذا. تتبعوا شكل يدكم هكذا، لفوا حولها بالكامل لكن توقفوا عند المعصم، ثم حولوا هذا الشكل إلى كلب لطيف صغير. يحتاج إلى عين بالتأكيد. لم تعد تبدو كياد. دعونا نضيف طوقا ونلونه. أعتقد أنه سيبدو رائعا باللون البرتقالي. تفقدوا هذا اللسان الكبير. يحتاج هذا إلى بعض الألوان أيضا، ثم امنحوه فراء بنيا. املأوا الشكل كله باللون البني فحسب، فلا نريد أن ينقصه أي فراء. ربما نضيف لوناً أفتح هنا، يبدو رائعاً جداً. ها
أيتها الفتاتان، انتهى الوقت، دعاني أرى ما رسمتما. تفقدوا هاتين التحفتين الفنيتين. أحب الكلاب. هو هل كانت تلك يداكما؟ واو مدهش. أول نظرة فحسب على الطائر الذي رسمته، أليس لطيفاً؟ واو وبطتك رائعة للغاية. إنهما رسمتان استثنائيتان، مدهش. كيف أختار الفائزة؟ البطة أم الكلب؟ أي واحد؟ إنهما رائعين للغاية. حكمان لفائزتين تستحقان ذلك. يا سحر اليونيكورن، حولني إلى اثنين. ها نحن ذا، هذا ما احتجت إليه تماماً. واو كيف فعلت هذا؟ هل هو سحر؟ لقد أبليتما جيداً. إذن هل فزنا بهذه الجولة نحن الاثنتان؟ هاجل. حسناً، هل أنتما مستعدتان لهذه الجولة؟ أنا متحمسة جداً. هذا رائع. دعوني أرى بعض الزرافات. كيف أفعل ذلك؟ هذا سهل للغاية. يمكنني فعل ذلك وأنا نائمة. إذا كان هذا رأيك، واتتني فكرة. ابدأ برأس كهذا. خط سريع. الآن أضيف بعض الخطوط فحسب. لقد راودتني فكرة. سأتناول وجبة سريعة أولا فحسب. ثم سأقف قليلا. هذا منعش جدا. كان ذلك المركز التجاري ضخما، لكن يسرني أنني عدت. لكني حصلت على الإلهام الذي أحتاج إليه. حان وقت العمل. أولا أرسم هذه الأرقام الأربعة. 1، 2، 3، و4 على شكل مربع. سنبدأ بالزرافة بالتأكيد. رقم 1 سيكون رقبتها وقائمتيها الأماميتين، ثم نضيف رأسها وأذنيها وذيلها. لا يمكنني نسيان البقع الملونة. تأملوا هذه الصغيرة. والآن حان دور رقم 2. وها هي بجعة. ماذا ينبغي أن أفعل برقم 3؟ سأرسم جناحين بالتأكيد. إنها فراشة رائعة. حان وقت الرقم 4. انظروا إلى تلك القشور. وأخيراً سمكة. إنها رسومات لطيفة جداً. الآن حان وقت تلوينها جميعاً. الزرافات صفراء اللون بالتأكيد، ثم البقع الداكنة. إنها زرافة لطيفة، أليس كذلك؟ البجع لونه أبيض أو رمادي أو أسود أحياناً. وهذه البجعة أنيقة للغاية. لا تنسوا الماء. سيكون لونه أزرق بالتأكيد. فراشة برتقالية، لم لا؟ ستكون جميلة. مدهشة. يتعلق الأمر كله بالتفاصيل الصغيرة. لا يمكنني نسيان البقع. يحين الآن دور السمكة الصغيرة. سأجعل لونها أزرق وأخضر وأصفر بشفتين ورديتين. انتهيت. حسناً، انتهى الوقت أيتها الفتاتان. أوكي. أوه نو. رسمت 4 حيوانات بما فيها الزرافة بالتأكيد. واو مدهش يا أشلي، رائع. لونا؟ ثانية واحدة فحسب، اتفقنا؟ لا يمكنني الرسم بسرعة كافية. أعتقد أن هذا ينبغي أن يفي بالغرض. ها قد انتهيت، لقد نفذ مني الوقت. هذا مثير للاهتمام. على الأقل له رأس جميل، أليس كذلك؟ يا لها من زرافة رديئة. أنتما، أنتما فنانتان رائعتان.
هجل، إنها تحبنا نحن الاثنتين، وقد رسمتما ابتسامة على وجه هذا اليونيكورن. حان وقت المزيد من السحر. انظري إلى كل هذا البريق. وداعاً يا آنسة يونيكورن. يا له من حلم. أهلاً أشلي، استيقظي. ماذا؟ حلمت أننا التقينا بيونيكورن. هل أنت بخير؟ هل ذلك غريب؟ لقد بدا حقيقياً للغاية. أجل، لم يعد شعري أزرق. ها؟ سأعود إلى النوم فحسب على ما أعتقد. ربما سأحلم بهذا الحلم مجدداً. عجيب أمرك وأمر أحلامك، لا أحلم مطلقاً بشيء كهذا. ظلام، ضوء، بحقك. لا، مهلاً، أين نحن؟ ستكون هذه برتقالة لذيذة، يمكنني أن أتنبأ بذلك. واو، انظروا إلى ذلك يا ماديسون، عليك رؤية هذا. لا، أنا نائمة. حسناً، نامي طوال اليوم. ها هي ورقتي، يا للهول، كم هذا مؤسف، لكنها قد تكون مصادفة سعيدة. على المرء الإيمان بنتائج اتباعه الخطوات. أترون هذا اللون الباستيل؟ لطخوه بأصابعكم، لا تنسوا الجزء الأصفر. والآن سأضيف قطعة جديدة وسأفعل الشيء نفسه. هذا مثالي، حان الوقت للتلطيخ. الحركة الدائرية هي الأمثل لهذا، لقد امتزج بشكل جيد. وسأزيل الورقة الآن. هذا اللون الباستيل داكن قليلاً، يمكننا أن نمزجهما معاً. أجل، لقد خمنتم الخطوة التالية، المزيد من التلطيخ. باستخدام درجة دافئة مثل اللون البرتقالي، سأرسم نصف دائرة بالأعلى وسأمزجها بالأصفر أسفلها، سيندمجان بشكل جيد. سأستخدم قلماً أسود لإضفاء تفاصيل مثل الطيور والأشجار والمزيد. انظروا كم هي رائعة! يمكنكم حتى رسم قارب صغير. استمر في التزييف أيها الصغير، أليست رسمة لطيفة؟ انقروا زر الإعجاب إن كنتم تتفقون. شكرا لكم. أنا سعيدة جدا، تصبحين على خير. حسنا، يكفي هذا، انتهى وقت القيلولة يا ماديسون. ماذا؟ لقد راودني أروع حلم. أشعر فجأة بالإلهام. يتطلب الأمر قليلاً من التحضير. رائع، الآن لنضيف بعض الألوان. سأملأ كل قسماً بلون باستيل مختلف، وقد أستخدم حتى لونين أو ثلاثة في قسم واحد. اليوم سأستخدم درجات اللون الأزرق، إنها تبدو رائعة. وتعرفون ما الخطة التالية؟ التلطيخ، لكن يمكنكم استخدام عود قطني هذه المرة. وتحلوا بالصبر، فالأمر يستغرق وقتاً، ولكن النتيجة تستحق العناء. إنها تبدو رائعة بالفعل. سأزيل الغبار وسأنزع الشريط اللاصق، ولكني لم أنتهي بعد. هل تذكرون تلك الأماكن الفارغة؟ سأستخدم طريقة مماثلة لها كذلك، وسأضيف اللون الوردي إلى مزيج الألوان. ثم يأتي وقت الدمج يا أحبائي. كدت أنتهي، سأواصل. ثم سأنزع الشريط اللاصق، وباستخدام قلم تحديد أبيض سأرسم نجوماً بيضاء لامعة. يمكنكم رسم هلال أيضاً. أدلة الرسم ستفيدكم في هذا. سأمزج بإصبعي، سأضيف بعض اللون البرتقالي بالأسفل هنا للإشارة إلى الأرض بالأسفل. انظروا إلى هذه السماء الليلية، ويا له من هامش جميل. وها قد انتهيت. إذن هل ستنقرون زر الإعجاب؟ أو نعم. واو، هذا رائع. يا لها من درجة لون جميلة. أو تعالي أيتها القطة. ها؟ هل هذه قطة؟ إنها لطيفة جداً. ما هذا الضوء؟ أحتاج إليه لوضع مكياجي، هل ترين؟ إنه يعجبني. مهلاً، لقد سكبت الماء. شكراً جزيلاً. أوبس، يا إلهي. إذن ما أمر تلك القطة؟ إنها جميلة بالتأكيد. وهذه الفرشاة؟ مهلاً لحظة، لدي فكرة رائعة. القطط هي المفضلة بلا شك، وأستطيع أن أرسمها جميلة للغاية. يبدو هذا كماء فحسب، ولكن انتظروا، ستكون رسمة مميزة.
هل ما زلتم تتابعونني؟ جيد، لنضيف بعض الألوان الآن. الماء يخفف الألوان قليلاً ويعطيها ملمساً يشبه شعر القطط. واصلوا الرسم حولها كلها. جميل جداً. والآن لنضيف ملمساً مميزاً. كل هذه الخطوط الصغيرة ستحدث فرقاً كبيراً، على الرغم من أن رسمها عملية مملة. ارسموا خطوطاً صغيرة هنا واستخدموا اللون الأحمر لرسم الأذان. بدأت الرسمة تكتمل. إبداع مستوحى من القطط. هل أعجبتكم؟ لقد أعجبتكم كثيراً. واو، ما الذي يمكنني صنعه؟ شيء فريد بالتأكيد. أولاً سأستخدم بري سن القلم الرصاص. كلما حصلت على كمية أكبر كان ذلك أفضل. والآن يأتي دور العود القطني. سأستخدمه لتلطيخ الرصاص. افعلوا هذا بحركات دائرية لترسموا نقطتين صغيرتين ثم جسم. هذا العود القطني له تأثير السحر. لا يمكنني نسيان ذيل. سأتخلص من الزوائد وسأستخدم قلم رصاص لصنع شكل شعر القطط. ثم ارسموا بعض الشوارب. أوه، إنه جميل جداً. ما رأيكم؟ لقد أحببتموها، أليس كذلك؟ واو، رائع. هل تريدين المبادلة؟ أوه. مرحباً، ما الموجود هنا؟ يوم جديد تماماً. 24 ساعة جديدة للأفكار المبدعة. أوه، أدوات جديدة. الوقت مبكر جداً لهذا. حسناً، ما الذي يحدث هنا؟ كيف حالك؟ هل تشعرين بالعطش؟ أوه، ورقة جديدة. يمكنك النجاح أيتها الصغيرة. أوه يا إلهي، قد أسقطتها. أوه ماديسون، هيا دعيني أساعدك. إنها تحتاج إلى المزيد من أشعة الشمس. هذا لا يصدق. أعطيني إياها. مهلا، لا لا تتساقطي. يا الهول، ماذا؟ لكنها أوراق جديدة. ما الذي يحدث؟ يا ماديسون، شاهدي هذا. أترين؟ أوه، فراشة. مهلاً، هذه الأوراق تبدو كالأجنحة نوعاً ما. راودني الإلهام. سأستخدم الأوراق لصنع فراشة. هل تملكون قلم تحديد أبيض؟ استخدموه لتلوين الأوراق. قد يستغرق هذا الجزء بعض الوقت، ولكن بمجرد الانتهاء منه استخدموا اللون الأزرق لرسم أنماط جديدة. ويمكننا استخدام اللون الوردي والأصفر أيضاً. سيبرز الأبيض بقية الألوان. استخدموا اللون الأسود لإضافة المزيد من الخطوط. واصلوا الرسم. يمكنكم إضافة المزيد من النقاط الصغيرة. إنها تزداد واقعية مع كل خطوة. انظروا إلى كل هذه الأنماط الممتعة. إنها رائعة، أليس كذلك؟ لقد أحببتوها. مرحى، شاهدوا فراشتي. ألم تعجبكم؟ يشعرني هذا بالحزن. لا يهم، سأصنع شيئاً آخر. فراشة جديدة ومحسنة. وهذه المرة سأستخدم طريقة الألوان المائية. ها أنا سأضيف الألوان. يمكننا وضع الألوان مباشرة. لقد أعطانا تأثير انتشار لوني رائع، خاصة حين نضيف المزيد من الألوان. يمكنكم صنع نمط ألوان متدرجة. ألا يبدو جميلاً؟ مثل غروب الشمس. لونوا في المنتصف بالأسود ثم تتبعوا الهوائيين. ممتاز. والآن حددوا حدود الرسمة باللون الذهبي. سيبرز هذا الأجنحة بشكل أفضل وسيضيف القليل من اللمعان. يمكنكم أيضاً رسم نقاط به. استمتعوا بتجربة رسم خطوط بسمك مختلف. تدا، إنها جميلة. يا له من تطوير. هل أنا محقة؟ أوه، شكراً على الإعجاب. تفضلي، إنها لك. أوه، قوة الشمس. إنها ناعمة جداً. انظري. واو، يا لها من ألوان كثيرة. مهلاً، هل سمعتي عن المشاركة؟ كم أنت مزاجية. حقاً، سنرى بشأن ذلك. كيف دخل الخفاش إلى هنا؟ خذ هذا. يا للهول، يا له من هادر. معذرة، سأتولى هذا. علي تسطيح الألوان قليلا. رائع جدا. يمكنكم حتى استخدام بطاقة ائتمان لتوزيع الألوان بتساو وتسطيحها. انظروا إلى كل هذه الخطوط الممتعة. يا لها من مصادفة سعيدة أخرى. هيا انقروا زر الإعجاب.
هاو حقاً أستطيع صنع شيء أجمل، ولكني أرغب في استخدام ألوان أكثر، جميع ألوان قوس المطر، وبمسحة واحدة من الماء وغمسة حذرة حصلت على طريقة لصنع قوس مطر. هل أنتم مستعدون؟ ها نحن ذا، إنه مذهل وها قد انتهيت. ما رأيكم؟ لقد أعجبتكم، أليس كذلك؟ أعتقد أنها تستحق أن توضع في إطار. هذا الفيل مرعب، غير القناة هيا. ها؟ هل وضعت هذا الشيء هنا؟ إنها أول مرة أراه. ما هذا الشيء يا ترى؟ لؤلؤة حقيقية؟ إنها ساطعة. ماديسون، ماذا يحدث هنا؟ أوه، من أين جاء هذا الزي؟ أوه، أظن أني صدت شيئاً. هذه أنا يا براين، على ما أظن. يا لجمال شعري، واو، هل تستمتعان بوقتكما؟ بدأ هذا اليوم يأخذ منحنى آخر. سأدور عجلة التحدي، حان وقت تحدي رسم جديد. واحد، اثنان، ثلاثة، و حصلنا على الصدفة الزرقاء. أوه، كم أعشق القطط. أبرا كادابرا. أوف، هيا. أخيراً، كيف فعلت ذلك؟ ماذا يوجد داخلها؟ قرش ذهبي؟ إنه دورك. سأدخل كلتا يدي. أظن أني أمسكت بشيء. هو إنها قطة حقيقية. هو يا لجمالها. ما اسمها يا ترى؟ سأسميها مارشميلو. اسم جميل. لماذا حصلت على هذا القرش؟ وجدتها، سأستخدمه لرسم قطة. كل ما أحتاجه نصف دائرة مستديرة والباقي سهل. بدأت الرسمة تتضح، بضع أشكال مختلفة خلقت رسمة مذهلة، وبعض الألوان طبعاً. سأضيف بضع لمسات نهائية، والرسمة جاهزة. شكراً على القرش. أوه، يا قطتي العزيزة، مارشميلو؟ لم ترسم أي شيء. انشغلت مع القطة. شاركاني رسمتيكما للقطط. هذا الموقف محرج. كم أبدعت في هذه الرسمة. مياو، إنها رائعة. شكراً. لم ترسم أي شيء يا براين؟ أبرا كادابرا. ماذا؟ مارشميلو؟ حان وقت جولة جديدة. أين ستقف يا ترى؟ الصدفة البرتقالية؟ إنها جولة مفاجئة. لم أفهم. اختاريني، أعرف الإجابة. صنارة صيد؟ كلا. لحظة، عرفت الإجابة. نعم يا براين. سيارة، صحيح؟ كلا، ليست سيارة. يونيكورن. أوه، ها، يمكنني رسمه. لدي الكثير من اليونيكورن. أعشق اليونيكورن. فقدت هذه الفتاة صوابها. أليست رائعة؟ الآن بدأ العد. ليس من الصعب رسم اليونيكورن. الألوان الزاهية جزء رئيسي في رسمه. لا تجف الأقلام الخطاط على البلاستيك، لذا سأستخدم عدة ألوان بهذا الشكل. وأضع القليل من الماء حتى تتداخل الألوان مع بعض. سأضع ورقة أخرى فوقها للحصول على تأثير تاي داي جميل. أياً كانت رسمتك، ستبدو سحرية فوق هذه الألوان. سألونها بلون أسود.
أترى كيف برزت وسط الألوان المختلفة؟ ألا تبدو رائعة؟ هل انتهى الوقت؟ رسمتي جاهزة! ما أجمل هذه الرسمة! لقد أعجبتني! ماذا عن رسمتك؟ لم ترسمي أي شيء يا ماديسون؟ هل تريدين واحداً منهم؟ كلا، شكراً. تمام، كما تريدين. لا أحب رؤيتها حزينة. خذي، هل تريدين رسمتي؟ لا يمكن لأحد الاكتفاء من اليونيكورن أبداً. أوه، هذا لطيف. مستعدان للجولة التالية؟ تعني الصدفة الوردية؟ نسراً. لم أنتهي بعد. ماذا؟ هل يعني هذا الرمز شيئاً؟ هل هو رمز سري؟ سأجرب شيئاً معه. هذا محير. ماذا سأكل على الغداء؟ يبدو أنها تعرف ما تفعل. تؤلمني يدي. وجدتها. سأرسم النسر من هذه النقاط. سألونه الآن. سأسرع في هذه الخطوة. يعجبني. والرسمة جاهزة. هل انتهيت؟ أوه، في الوقت المناسب. انظري. إنها مبهرة. أوه، شكراً. اتبعت نمطاً حراً في رسمتي، كما أنها براقة. هل أعجبتك؟ يبدو مثل حورية بحر. طيب. استعدا للجولة التالية. لنرى. الصدفة البنفسجية، ويعني هذا قرداً. واو، مستعدان؟ إنها تريد قرداً؟ أوه، هذا مضحك. أو لا لا، لا تتصرف كقرد، بل ارسم. ماذا تفعل؟ ماديسون، هل يمكنك مساعدتي؟ طيب، دعني أرى. رسم القرد عملية سهلة. ألا يبدو ظريفاً؟ أكاد أسمع صوته. واو، أنت الأفضل. حان وقت رسمتي. بقيت دقيقة واحدة فقط. هل وقتك السيف يا ماديسون؟ رسمتها بنفسي. أليست جميلة؟ وهذه رسمتي. تبدوان متشابهتين، كما لو كان قد رسمهما شخص واحد. هذا غريب. إنها رسمتي. أو حقاً؟ طيب، يمكنك استعادتها. إنها رسمتي. أنا فخورة بك. سنبدأ جولة جديدة الآن. على أتم استعداد، تعني الصدفة الصفراء مربعاً. بالتوفيق. أظن أنه يمكنني ابتكار شيء. هذا سهل، رسمت المربعات أيام الروضة. واو، إنها ترسم شكلاً هندسياً. لا أحتاج إلى هذه المسطرة. هذا أفضل. ستعجبهم. أوشك الوقت على الانتهاء. مربع. هل هذا مربع أصلاً؟ إنه شيء ما. مربع. شكراً على الإضافة. أسك أخواته. هل تراه الآن؟ واو، هل هذا سحر؟ فكرة عبقرية. أوه، لم أطوي مربعي بعد. هل ترينه الآن؟ لا بأس يا براين. أوه، مربع غبي. أريني الطريقة. إنها سهلة.
انظر بتمعن. أوصل الخطوط التي رسمتها. هل بدأ الشكل يتضح الآن؟ واو! لديكما حس فني إبداعي. شكراً على المشاركة. واو! هل يمكنك تصديق ذلك؟ يجب أن نخبر الجميع. يجب أن نخبر الجميع. هل هذا صندوق براين؟ لا يمكنني التوقف عن التحديق به. هل تظن أنتهي من واجبي؟ ستكون هذه الرسمة رائعة. حقاً؟ أريد رؤيتها. كلا، ما زالت قيد العمل. كوني صبورة. لقد اكتملت وهي جميلة. ما رأيك؟ أوه، إنها ما هي؟ هل هي بطاطس؟ مهلاً، ربما إن حولت عيناي. أو لقد رأيتها، إنها بطة. ماذا؟ كلا. كنت أعلم ذلك. أحتاج إلى النظر عن كثب. أحتاج إلى الاقتراب منها مجدداً. آه، إنها واضحة جداً. إنها ليمونة، أليس كذلك؟ كلا، إنها ليست ليمونة. صحيح، كنت خائفة من أن تقولي ذلك. هذا صعب. ما الذي يفوتني؟ هل تمازحينني؟ بالطبع، إنها موزة. انسي الأمر فحسب. أنا آسفة يا عزيزتي، ما هي؟ إنه بيكاتشو. هل هذا هو؟ ليس هذا جيداً. هو أتساءل على أي درجة حصلت؟ رسوب؟ آه، وهذا أسوأ شيء. ستكون محطمة، لكن أعتقد أن بإمكاني إصلاح هذا. سأضع بيكاتشو هنا مباشرة. سأحتاج إلى بري هذا القلم الرصاص. يذكرني هذا بأن علي شراء مبرات أقلام. هذا أفضل. سأخذ قلم رصاص آخر، ثم سألف رباطاً مطاطياً حولهما. سأفعل الشيء نفسه على الطرف الآخر، وسأرسم الآن حول الصورة. أحتاج إلى تتبع الخطوط فحسب، وسيرسم القلم الثاني الرسمة على الورقة الفارغة. هذا أسهل كثيراً من الرسم الحر. ها هي ذي. يبدو هذا جيداً جداً. لا أحتاج إلى هذا بعد الآن. أحتاج إلى إضافة بعض الألوان. ما رأيك يا إيفا؟ إنها مثالية. شكراً يا أمي. من الأفضل أن أستعد للذهاب إلى المدرسة. لا أريد أن أتأخر. فلتحظي بيوم جيد يا عزيزتي. اذهبي واحصلي على امتياز. يا للهول، إيفا انتظري. أنا جائعة جداً. أحتاج إلى وجبة خفيفة. المعلمة مشغولة. هذه فرصتي. أحتفظ بوجبة خفيفة أسفل المكتب تحسباً لحالات الطوارئ. ها هي. علي الإسراع. ستغضب كثيراً إن رأت هذا. هل كانت تلك حلوى؟ مهلاً؟ تجعلي هذا فحسب. ترى شيئاً. ماذا؟ ماذا؟ لا تتجرأي على هذا. لا يمكنك إيقافي. هذا مقزز يا إيفا. أشعر بالخزي من نفسي كثيراً، لكني لا أندم على هذا. سأتظاهر بأن هذا لم يحدث. لم يشبع هذا نهمي للوجبات الخفيفة. لحسن الحظ، خبأت رقائق البطاطس هذا. ستفي هذه بالغرض. علي إخفاؤها. ستفي حاملة أقلامي بالغرض. علي أن أكون هادئة فحسب. إنه مجرد يوم عادي آخر. مذاقها رائع جداً. كنت أحتاج إلى هذا. افتحي فمك على اتساع. أوه، يا لطيباتك. هذا غريب. لا أملك يداً ثالثة. مرحباً يا إيفا. الرقائق ممنوعة. هل سمعتني؟ أوه، لقد سمعتك، لكنك لم تقولي شيئاً عن الدونات. ما الذي يجري في الخلف؟ أوه، سأشتتها. إنني أراقبك. لا يهم، أنا أذكى منك. أها، أمسكت بك. ماذا؟ أوه، يلا من حكة سيئة. يوجد خطب ما. إنها ماكرة. يحتاج هذا إلى إجراء صارم. كنت أعلم أن هذا التمثال سيكون مفيداً. أحتاج إلى تغيير مظهره. هكذا تماماً. وصلي النظر بعيداً. هذا ما أبحث عنه. أعتقد أنني استحققت هذا. إنها ألذ دونتس على الإطلاق، بكريمة وردية وسبرانكلد. إنها عمل فني. لا تأكليها، لا تأكليها. لقد حذرتك. كلا. مهلاً، أنت صلعاء. أعطيني إياها. هذا ظالم جداً. من الأفضل ألا تأكليها. أتركيها حالاً يا إيفا. ليتك تبذلين هذا المجهود في عملك المدرسي. لا مزيد من هذا. هل تفهمين؟ علي تصحيح الأوراق. أجل؟ حسناً، مهلا اللحظة. لدي فكرة رائعة. سأبدأ برسم دائرتين صغيرتين، ثم سأوصلهما معاً.
سأفعل الشيء نفسه بالنصف العلوي، ثم سأرسم نمطاً مموجاً. سأفعل هذا حتى الطرف الآخر، ثم في النصف العلوي. وبعد انتهائي من رسمها بالقلم الرصاص، يمكنني تحديدها بقلم جاف. سيبرزها هذا. علي تتبع الرسمة الأولى فحسب. لن أرتكب أي أخطاء. لا أريد إفسادها الآن. إنها تبدو مثل الدوناتس تماماً. يمكنني استخدام ممحاة للتخلص من القلم الرصاص. ثم سألونها. سأملأ الجزء داخل النمط المموج. ستكون هذه كريمة الزينة. بدأ لعابي يسيل. ثم سألون الدونات. سأستخدم لوناً برتقالياً داكناً بهذا. سأستخدم قلم تصحيح لرسم السبرانكلز. سأنقطها على كريمة الزينة. ثم سأضيف تظليلاً. علي التحرك حول الأطراف فحسب. سأفعل الشيء نفسه بالسبرانكلز. يجعلها هذا تبدو أكثر واقعية. لننتقل إلى المرحلة التالية. حان وقت التبديل. أنت لي أيتها الدونات. وسأترك الرسمة في العلبة. ماذا؟ من هناك؟ أنا متأكدة من أنني سمعت شيئاً. ماذا؟ هل يوجد خطب ما؟ إنني أقرأ كتابي. حسناً، لكنني سأراقبك. من كان يعلم أن الكتب مفيدة للغاية؟ إنها رائعة لإخفاء الدونات خاصتي. أسرعوا، فلتذهبوا إلى صفكم التالي. ها قد رحلوا أخيراً. كنت أتطلع إلى هذا. مهلاً، ماذا يحدث؟ ليست هذه دونات، لقد خدعت. إيفا! الإبداع يتجاوز حدود رسمي على ورقة. هل انتهيتما من الرقص؟ لأنه عليكما رسم كلب. سيكون هذا مثيراً. هل أبدأ بالأذنين؟ هل أنت بحاجة إلى المساعدة يا مات؟ انظر إلى هذا الكلب. ماذا؟ كلب؟ أوه لا بأس. أوه هاي ستيسي، أترين الكلب؟ هاي أراه تقريبا، سيكون كلب روتويلر. سأتتبع يدي. وأضيف بعض التفاصيل. يبدو كياقة كلب صغيرة. وأجمل ما في الكلب هو عيناه الصغيرتان. حان وقت رسم الأنف. ولا تنسي اللسان. واللون المناسب. سأستخدم اللون الأحمر. خذي البرتقالي. شكرا. حولت هذا الشيء إلى تحفة فنية. يا إلهي، أنا بأفضل حال. أنا بحاجة إلى القليل من المساعدة. لا أعتقد أن هذا سينجح. ما الذي جاء بهذا إلى هنا؟ حقا؟ هذا ما كنت أريده. جميل جدا. أوه مهلا. لا، أين رسمتك؟ أرى أنني ألهمتك بالفعل. وأخيرا وليس آخرا، اللون الأرجواني. انتباه من فضلكم.
لم ننتهي بعد. سنرسم قوس قزح. ها؟ لن ننسى هذا. إنه يبدأ دائما باللون الأحمر. أترين؟ أصبح كقوس قزح بالفعل. لا أفضل استخدام أقلام التحديد. لا 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 تتدخل فيما لا يعنيك. إنها لا تفعل شيئا. هاي، هل هذه بابيت؟ أحب هذا الشيء. وهذا ما أحتاجه بالضبط. أليس رائعاً؟ إنها لي، لكنني سأستخدمها لغرض مختلف. سألون كل خط بلون. القليل هنا. ولن أنسى هذه الحفر. ألا يبعث هذا على الشعور بالراحة؟ أيتها المعلمة، انظري. هاي، انتهينا. واو، الكثير من الألوان الجميلة. التنفيذ سيء قليلا. حسنا حسنا، هذه فكرة مبتكرة. حسنا، هيا بنا، إليكم التحدي التالي. إنه نمر. حسناً، هذا سهل. أهذا كل ما سنحصل عليه؟ هل تمزحون؟ لا، لن أستخدم هذه الأشياء، هي كبيرة القدم. ماذا تريدين الآن؟ أريد نمراً. تريدين نمراً؟ لكن اذهب وأسرع. حسناً سيدتي، بالتوفيق. أحتاج للقليل من الأشياء أيضاً. كم أكره الخروج لرمي القمامة. سأخذ هذا الكيس. لا لا لا، هذا ما كنت أحتاجه بالضبط. لنلقي نظرة. كم هذا مأساوي. لماذا؟ من الجيد إعادة تدوير النفايات. أحتاج لأمو بورق المرحاض هذا. سأبدأ ببسطه ثم أرسم عليه. أريد صنع شكل النمر. لابد أن أركز. يجب أن يكون الرسم مثاليا. حسنا، حان وقت التفريغ الآن، وبعدها سيحن وقت إضافة الألوان. سأبدأ بالقلم البرتقالي. أريد تغطية النمر بالكامل، وبعدها سأضيف الخطوط. سيكون هذا النمر ودوداً للغاية. سأرسم ثلاثة خطوط على ظهره، ثم أضيف بعض الخطوط إلى أرجله. كل شيء على ما يرام حتى الآن. ها قد انتهينا من الجسم، وبعدها سأحتاج لرسم الوجه. سأرسمه على الجزء الداخلي ثم أطويه للخارج. أوه، لقد أحببته. انظري إليه يا ألكسي، يبدو جيداً، أليس كذلك؟ هل تعتبرين هذا نمراً؟ انتظري فحسب. أفضل الحصول على النسخة الحقيقية. لماذا يستغرق الأمر وقتاً طويلاً؟
آسف سيدتي، بخصوص النمر، لقد هرب، حاولت إيقافه، لكن حسناً لا أريد الحديث عن الأمر. ألا يمكنك إنجاز أي شيء بطريقة صحيحة؟ هل أنت بخير؟ أعطيني هذه النقود، أغرب عن وجهي. آسف سيدتي. أيمكنني شراء نمركِ؟ رجاء. أتريدين هذا النمر؟ نعم، أعطني النمر. لا، إنه نمري وقيمته أغلى من المال. أعتقد أنني مضطرة لرسم شيء ما. إلى أي مدى سيكون الأمر صعباً؟ إنه مجرد قط غاضب. ها هو، سيبي هذا بالغرض. تفضل، أمل أن يعجبك. أحاول أن أتفادى النظر إلى رسم لاكسي. ستفوز ويزل ليس ثانية. أنا مستعدة للجولة التالية. أتمنى أن تكون من محبي أقواس المطر، فهي تجعلني في أوج سعادتي. ليس لدي مشكلة معها على ما أظن. نعم، وأنا أوافقها الرأي. انظري، لقد حصلت على طلاء شفاه. هذا رائع. واو، أحب هذا اللون، سيفيدني بوضع لمسة نهائية. ما رأيك؟ سأمتنع عن التعليق. لا تفعلي ذلك ثانية من فضلك. على أي حال، لدي فكرة رائعة. سأزيل ظل عيني وأحتاج إلى فرشتين ومكياجي. سأغمس الفرشتين في المكياج وسأضع المكياج الآن باستخدام الفرشتين معا، مما سيمنحني تأثيرا رائعا. سأضيف بعض الألوان إلى شفتي، هذا أفضل من طلاء شفاه الممل القديم. ولن أنسى المسكرة بالطبع، يجب أن تكون رموشي مذهلة، وسيمنحها هذا بعض البريق. لقد أحببت النتيجة. أعلم أنني أبدو مذهلة، لكنني لم أنتهي بعد. لدي هذه اللوحة، سأضغط وجهي عليها. تادا، أصبح لدي عمل فني حقيقي. تستحق هذه اللوحة مكانها في معرض. يا للروعة. لحظة واحدة، هناك شيء عالق بين أسناني. لابد أنها من وجبة الغداء. أمهلوني لحظة، لا أستطيع إخراجها. وجدتها. يجب أن أستخدم خيط الأسنان أكثر. لحسن الحظ أن لدي أربطة الحذاء. اخرجي من هناك. ما هذا؟ ماذا تفعلين؟ مهلا، هل هذه دماء؟ إنه أحمر شفاه. ربما يمكنني الاستفادة به. أحتاج لبعض الألوان الأخرى فحسب. سيعجبك ما سأفعله. سأضع المكياج على رباط الحذاء وسأكرر العملية على الجانب الآخر. وها قد صار لدي رباط متعدد الألوان، يبدو مذهلا. أحتاج الآن لصنع عملي الفني. أين دفتري؟ ها هو، سأفتحه ثم أضع الرباط فوق إحدى صفحاته. سأثبت الرباط على شكل موجة ثم أغلق الدفتر عليه وأضغط بيدي على الدفتر ثم أسحب الرباط إلى الخارج. الأمر سهل للغاية، وعندما أفتح الدفتر سأجد لوحة فنية. أستطيع تأمل هذه اللوحة طوال اليوم. ماذا؟ لقد انتهيت. تبدو جميلة أليس كذلك؟ مهلا، هل أسناني نظيفة؟ كم هذا مزعج. لا تعيران انتباهكما. أشعر بتحسن، كان شكلي سيبدو محرجا. هيا اخترني. يبدو كلاهما جيدا، أنا منبهر. ستفوز كلتاكما، تستحقان ذلك. رائع، كنت واثقة في الفوز، لكنني لست واثقة في أحقية لوحة هيزل. لنتجاهلها فحسب. نأمل أن يكون هذا التحدي قد ألهمكم لصنع تحفتكم الفنية. بو، لقد أخفتني. ها؟ إنه أول تحدي، هل هو كذلك؟ هاو، إنها شموع. انظر إلى هذه الشموع الصغيرة، لست محباً لتلك الأشياء. ما الذي يمكنني صنعه؟ ها، هذا سؤال جيد. ماذا عن شبح مخيف؟ أو جاستن، هل أنت خائف؟ ليس حقاً، إنه أنا. مضحك جداً. هاو، لا تنزعجي، منحني هذا فكرة. بالطبع، سأزين هذه الشمعة بالشمع من هذا، هكذا لن يزال. لم أرسم بالشمع من قبل. قلب، الشمع يتصلب. مهلا، هذا رائع جدا، أريد أن أجرب. لقد أدبت شمعي، ما المرعب أكثر من الخفافيش. أرسم أشكالاً بحرف V هكذا.
أليس هذا رائعاً؟ انظر. أوه، هذا مدهش، تكاد تكون جميلة مثل شمعتي. أوه، هذا رائع. أنا أعرف، إنهما متناسقتان بشكل جميل معاً. أجل لنرى. أوه، أجل، هذا رائع جداً ومخيف. أشعر بالقشعريرة. بالتأكيد، هذا ساحر للغاية، أليس كذلك؟ أراكم في المرة القادمة. أشعر بالملل جداً. أين تحدينا التالي؟ أنا أتمنى حقاً أن يتضمن ذلك وجبة خفيفة. هل لديك أي طعام؟ لا، أتمنى ذلك. كم هذا مؤسف. أتمنى لو كان لدي بطاطس مقلية ساخنة. انظروا إليها، يوجد الكثير منها. ليتها تمطر بطاطس مقلية للأبد. أجل، استمروا في إرسالها. هذا مذهل، لذة البطاطس المملحة. أليست جميلة؟ ها؟ هل يمكنني مساعدتك؟ آسفة، كم هذا محرج. مهلاً، بطاطس حقيقية؟ ماذا أفعل بها؟ لا يمكنك أن تأكليها نيئة. أنا أعرف ذلك. شاهدي هذا، لا يمكنك أن تأكليها نيئة. أوه، هذا مذهل. ماذا؟ إنها أداة التوزيع المثالية. نعم. أو حقاً؟ أعطيني تلك الحقيبة. حقاً، ماذا أفعل بهذا؟ سأكلها نيئة. لا لا، لدي فكرة. سأستخدم هذا الخرز الصالح للأكل وسأصنع نمطاً رائعاً. هل يمكنكم تخمين ما أصنع؟ هذا أسهل كثيراً من استخدام أصابعي. أو قلب. علي دمجها معاً فحسب. هذا يحدث فعلاً. لقد انتهيت، شاهدوا هذا. شاهدي هذا يا أم. واو، إنه قلب. وكل ما لدي هو بطاطس غبية. لكن مهلاً، لدي فكرة. إن ضغطت عليها بالقطاعة، فسأتمكن من تقطيعها، ثم سأخرجها من المنتصف. هل ترون؟ وكأنها منحوتة حقيقية. علي إضافة بعض التفاصيل فحسب. سأستخدم لوني المفضل الآن. شاهدوا هذا، إنه ختم. هل ترون؟ الكثير من الجماجم الصغيرة. واو، يا جاستن. مهلاً، ما رأيك؟ أوه، كل هذا من البطاطس؟ لقد أثرت إعجابي. كم هذا مفاجئ. مهلاً، يمكنك الحصول على قلبي. أوه يا إلهي، كم هذا لطيف. هل تريد ختم البطاطس خاصتي؟ في صحتك. حجر ورقة مقص، هذا ممتع. أوه، 2 من 3، أنا الفائزة. أحسنت اللعب. ماذا؟ مؤقت. لأي شيء؟ مهلاً، إنها فرش. شاهدي هذا. أنا لا أفهم الأمر، ربما سنرسم. أنا لا أعرف. انظري، الوقت. هل بدأ بالفعل؟ من الأفضل أن نبدأ. علي أن أبدأ بشيء ما. ما خطب هذا الطلاء؟ إنه يتحرك مع الفرشاة. هذا جنوني. برفق، برفق. لقد اختلطا. يا للأسف، سأريك كيف ينجز الأمر. منعطف حاد. ها هو منعطف آخر.
أو يلا الحول، كنت أنجح. ليست سهلة جداً، أليس كذلك؟ لنحاول هذا مرة أخرى. كل ما أحتاجه هو يد ثابتة. أوه، ليس مرة أخرى. أراهن على أنني سأنجح هذه المرة. علي الحذر من اللون الأخضر. لا، لقد اختلطا. هذا مزعج للغاية. أصبح هذا موتراً. كاد الوقت ينتهي. أعرف ذلك. هيا. نعم، جيد. أمسكت به، إنه في الدورق. أجل، وطلائي كذلك. لقد فعلتها. رائع. أوهو، نعم. مهلا، هل فزنا نحن الاثنان؟ نعم. عيناي. مهلا، انظري، لقد حصلت على كوب كذلك. هاو، جميل جدا. هل تشرب؟ في صحتك. توت اسود. واو، لذيذ. لا يمكننا نسيان الزينة. صافحني. اوهو، يشعرني هذا البيض بالجوع. أعتقد أن هذا يعني أنني رسمته بشكل جيد. مرحبا جاسمين، ألقي نظرة. تفضلي، لقد أعددت لك وجبة الإفطار. دعينا نرى، أعتقد أنني سأختار هذا البيض. أوه، إنه ليس حقيقيا. أنا لا أفهم. هذا هو البيض الحقيقي الوحيد، مطهو على درجة حرارة متوسطة. هذا هو المفضل لدي. يبدو لذيذا، أليس كذلك؟ مالا، ماذا؟ أعرف، أليس كذلك؟ لذيذ. لكن لالي، هاتان الاثنتان في حالة حيرة شديدة. سيساعدهما تحد. ما الذي يحدث؟ تعاليا إلي أيتها الفتاتان. ها؟ ما هذا المكان؟ زي جميل. ماذا سيحدث الآن؟ أعتقد أنكما ستستفيدان من تحد بسيط. هذه الطباشير مريعة، بالكاد أستطيع التحكم فيها. هذا الصوت فظيع. توقفي. جميع الخطوط سميكة جدا، لا أستطيع التحمل. لا أستطيع التحمل، أرجوك. لقد اكتفي. مهلا، ما الذي يحدث؟ طباشيري. إنها مجرد غبار الآن. هذا في الحقيقة رائع جدا. أشعر بالإلهام فجأة. لماذا أستخدم الطباشير الضخمة بينما يمكنني التضليل بإصبعي؟ لدي تحكم أفضل كثيرا بهذه الطريقة، والحواف ناعمة للغاية. هل يمكنكم أن تخمنوا ما أرسم؟ لا تقلقوا، سيتضح الأمر قريبا. لم أكن لأتمكن من رسم هذا بالطباشير. حان الوقت لإعادة ملء الغبار. يمكنني الاستفادة من وضع المزيد في أماكن معينة. هكذا ستبرز الرسمة. والآن بدأنا نصل لنتيجة. لا يمكنني نسيان الجانب الآخر. المسح مناسب كذلك. أليس لطيفا جدا بالفعل. الآن لننتقل إلى التفاصيل الصغيرة الممتعة. الجميع يحبون ربطة العنق الفراشية، إنها تضيف تفصيلة لطيفة. وسأحدده الآن لأضيف له ملمسان. ألا يبدو مثل الفرو الحقيقي؟ يجعلك ترغب في أن تعانقه بشدة، أليس كذلك؟ كدت أنتهي. وأخيراً وليس آخراً بالتأكيد، ابتسامة صغيرة حلوة. كدت أنسى رسم مقلتين. أترون كيف أصبح واقعياً؟ أتساءل عما ينظر إلي. أليس لطيفاً للغاية؟ سلاحي السري. انتهيت تماماً. ما رأيك؟ واو، أنا أعرف. ماذا أرسم؟ أحمر شفاهي، هل يمكن أن ينجح ذلك؟ هذا يعطيني فكرة مهمة. يمكنني العمل باستخدام هذا فعلاً. طالما لدي ما يكفي من أحمر الشفاه، سأضع طبقة أخرى. أتساءل إذا كان يجب علي إعادة وضعه. بعد وضع طبقات كافية، سنحصل على شيء عظيم. إنه يعطي مظهراً حيوياً جداً. الآن سأهتم بالتفاصيل. انظروا إلى تلك اليد الصغيرة. سأصنع يداً أخرى مطابقة لها. سيبرز الوجه الرسمة. النظارة ستكون جميلة. ماذا يجب أن أجعلها ترتدي؟ ربما فستان صغير؟ أنا أحب نتيجة هذا جداً.
من الرائع كيف يمكن لبضعة أشكال أن تلهم رسماً مفصلاً بالكامل. يمكنكم فعل الكثير باستخدام اللون الأحمر. هذا أحد أفضل أعمالي. تدا! رائع! أليس كذلك؟ أوه! هل انتهيتي؟ الرسمتان رائعتان! أحسنتما عملاً! مالان، ما الذي حدث؟ هكذا أنجز الأمور. لا شيء أفضل من مصاصة، صحيح؟ أريد واحدة. انظروا فحسب، كل هذا اللعق. فمي يمتلئ باللعاب. طفح الكيل. أعطياني تلك الأعواد اللذيذة المليئة بالسكر. إنهما لي. لي وحدي. الفراولة. وهذه تشبه طعم الليمون. هذا مضيج للغاية. أوبس، آسفة. ما الذي حدث؟ لدي طعم سيء للغاية في فمي. مقرف للغاية. بلى اللحظة. أنت شاهدي هذا. أولاً أختم على دليل رسم. أنا أستخدم لونين مختلفين. المزج هو الأساس. انتهيت. ماذا؟ أستطيع فعل شيء أفضل من هذا. شاهدي فحسب. حسناً، لنستخدم أقلام التحديد. ستبرز الشكل كثيراً. تستغرق رسم هذه الحلقات وقتاً، لكن النتيجة تستحق المجهود. وسأرسم أذنين صغيرين في الأعلى، ثم سأرسم زعانف صغيرة تطابقهما. هل يمكنكم أن تخمنوا ماذا أرسم؟ ربما ستجعل هذه التفاصيل الدقيقة الأمور أكثر وضوحاً. هذا اللون الأزرق الفاتح بالتأكيد جميل. لا يمكنني نسيان الجانب الآخر. الآن سأستخدم الأرجواني الداكن. كل هذه الألوان تبدو رائعة مع بعضها البعض. كلها تساعد على إضافة عمق. وبينما يستغرق الأمر وقتاً، فالنتيجة تستحق المجهود في النهاية. أحتاج إلى فرشاة أكثر سمكاً لهذا الجزء التالي. هل ترون كيف أتلاعب بها؟ ألقوا نظرة على هذه الألوان الجميلة. تساعد الأعشاب البحرية في إعداد المنظر. يبدون وكأنهم تحت الماء. لذا أرسم كل هذه الفقاعات المرحة. أنت، انظري إلى ما صنعت. هل أعجبتك؟ واو! سأعتبر هذا جواباً بالإيجاب. رسمتي تبدو عادية جداً. فرشاة غبية. ربما الأكبر هو الأفضل. لكن يجب أن أجهزها أولاً. الأنماط المطبوعة على شكل قوس قزح دائماً رابحة. وهذه الطريقة ستجعل الرسمة تنبض بالحياة. هل ترون ما أعنيه؟ هكذا نجعل الصورة تنبض بالحياة. هل ترون ما أعني؟ واو، يا لها من أعمال. لقد أثرتما إعجابي. أحسنتما. الآن دعاني أخذهما من يديكما. مهلا أو مرحى. ما الذي يضحككما يا فتاتان؟ إنها ضخمة. أنا لا أحب الفتيات اللئيمات. سأعاقبكما. لا مزيد من الإشارة. مهلاً، لا أستطيع تحريك يدي. أوتش، إنها عالقة. بالضبط، لقد انتهيت من عملي هنا. ولكن ماذا عن أيدينا؟ هل من المفترض أن نرسم بهذه الطريقة؟ ولكن كيف؟ للي، أنا مرتبكة مثلك تماماً. لكن مهلاً؟ شاهدي هذا. علي التلاعب ببعض الأشكال فحسب. هل يمكنكم تخمين ما سيكون هذا؟ سينجح هذا بشكل جيد. إنها حرة. لدي عمل لأنجزه. سأضيف بعض الأشياء الأخرى هنا. بهذه الطريقة يمكنني البناء على ما رسمته بالفعل. لقد نجحتم بتخمين الرسمة. هذا الجزء عبارة عن عين. بدأنا نحصل على نتيجة الآن فعلا. سأرسم الأنف الآن. إنه لطيف جدا، أليس كذلك؟ إن خمنتم إنها فقمة فأنتم محقون تماما. إنها تنبح. وسألونها الآن. اللون الوردي على اللسان؟ بالطبع، هذا أمر ضروري للفقمات. يفي هذا بالغرض. هل تعجبك؟ ألقي نظرة. ماذا؟ أعتقد أن بإمكاني مضاهات هذا. وعلى الرغم من أنني أستخدم يدي، فأنا أستخدم شكلاً مختلفاً تماماً. كدت أنتهي من تتبعها. يعمل هذا بالفعل بشكل جيد. لدي فكرة.
أحياناً كل ما تحتاجه هو تغيير في المنظور. الآن لنصل الأشكال المتماثلة، يمكنني وضع العينين هنا. إنه يبدو جميلاً بالفعل. أو انظروا إلى تلك الابتسامة، فارسموا الجسم تالياً. إنه يكتمل بشكل جيد، لكنه يحتاج إلى لون. كم هذا ممتع! يا له من تلوين بخطوط طويلة وحبر غني. اللون جميل جداً وغني. الأمر سهل عند استخدام لون واحد فقط. لا يمكنني أن أنسى الأقدام الصغيرة. انتهيت تماماً. مرحى! واو! إنها جميلة يا جاسمين. ورسمتان رائعتان. أحسنتما العمل. هذا يعني شيئاً واحداً. إنهما لي. أنا دي. والآن ماذا؟ واو! نعم إنه رائع. أعرف. رائع. مرحى. إذن من الفائزة؟ سؤال ممتاز أيتها البشرية. تعالي إلى هنا. هل يجب علينا أن نفعل ذلك؟ نعم. حسناً الآن. تدا! إنها أنت أيتها الساحرة. بالشامة وكل شيء. لقد رسمناها معاً. هل عيناي تخدعانني؟ ها؟ يا فتاتان! كنت أريد فقط أن أراها عن كتب. إنها أجمل لوحة رأيتها على الإطلاق. هل أعجبك هذا الفيديو؟ هل تشعر بالإبداع؟ شارك هذا الفيديو مع أصدقائك الفنانين ولا تنسى الإعجاب والاشتراك لمشاهدة المزيد.